دعونا نحول هذا الورق المقوى. تحتاج إلى شكلين. سأبدأ بهذه القطعة. سأقطع مربعاً في المنتصف، ثم سأقوم بطلائها. سأقوم بطلاء القطعة الأخرى باللون الوردي. سأحتاج إلى إجراء بعض التغييرات. هذا أفضل بكثير. سأضيف قطعتين من الورق. الآن يمكنني أن أجمعهما معاً. سأضع فيونكة جميلة. لم أنتهي بعد. سأقوم بلف قطعة من الورق، ثم سألصق قلباً عليها. بعد ذلك سأقوم بقصه إلى نصفين. قلبي محطم. سأضيف هذا إلى الورق المقوى. أحتاج إلى إصلاح هذا القلب المكسور. أعرف ما يجب عمله. إنها نهاية سعيدة. لعبة رائعة حقاً. انظري إلى ما لدي. لا أستطيع. أنا مشغولة جداً. أعتقد أنها ستعجبك. إنها لعبة جديدة. أعطيني إياها. يبدو هذا رائعاً. استمتعي يا عزيزتي. يبدو هذا كأحذية، لكن يمكنني فعل ذلك. أنا أيضاً أحبك يا أمي. هذه فتاتي. سيشغل ذلك وقتها. لم أشاهد هذا الفيديو بعد. مرحباً، لقد جلبت وجبات خفيفة. لنشاهد هذا. سمعت أن هذه جيدة. رقائق البطاطس. أين الفيديو؟ مرحباً، هناك من يتصل. من الأفضل أن أرد؟ مرحباً. أحتاج أن أخذ هذا. لا داعي للقلق بشأن هذا. أعتذر عن ذلك. الآن أين كنا؟ مستعدون؟ لنشاهد هذا. خذي رقاقة بطاطس. مهلاً، مكالمة أخرى. هل سيستمر هذا في الحدود؟ لا، هل فعلت ذلك؟ هل يمكنك الانتهاء من هذا بسرعة؟ عذراً. حسناً، لن تكون هناك مزيد من المقاطعات. كان يجب أن أفعل ذلك مبكراً. رقاقة مقرمشة. إنها لذيذة. هل رأيت ذلك؟ سأقوم بإصلاح هذا. سأعود حالاً. إلى أين أنت ذاهبة؟ هذا هاتفي. سأقوم بقطع فتحة في قطعة من الورق المقوى، ثم سأقوم بوضع الصمغ. أريد أن أصنع مربعاً. الآن سأضيف شريطاً من الورق المقوى. سأفعل هذا حوله كله. الآن سأضع قطعة أخرى في الأعلى. سأتأكد من أنه مثبت بإحكام. سأضيف أشكالاً إلى الجانب وإلى الأمام. الآن يمكنني تلوينه. سأبدأ باللون الأزرق. سيبدو هذا رائعاً. سأغطي الجزء الرئيسي باللون الأزرق الفاتح، ثم سأنتقل إلى اللون الأزرق الداكن. أنا أستمتع بهذا. الآن سأضيف اللمسات الأخيرة. أخيراً، الهاتف. لقد انتهيت من عملي هنا. ماذا تفعل؟ انظري إلى ما لدي. إنه حامل لهاتفك. يبدو رائعاً، أليس كذلك؟ أعجبني ذلك. لننهي مشاهدة الفيديو. تماماً كما خططت. تستحقين رقاقة بطاطس. مهلاً، إنه فارغ. هل أكلتها كلها؟ لقد غبت لوقت طويل. الفضاء رائع. ربما سألتقي بكائن فضائي. ما الذي يحدث هنا؟ مهلاً، واجباتك المدرسية لم تبدأي بها بعد. هل اتصلت وكالة ناسا؟ حان وقت العودة إلى الأرض. هيا. لا أريد أن أفعل ذلك. لا أعذر. هذا غير عادل. الآن ابدأي. حسناً، سأفعلها. لا أستطيع الوصول. حسناً، انطلق. لا أعتقد ذلك. هل نسيت شيئاً؟ إلى اللقاء. عودي إلى هنا. لا يمكنك الإمساك بي. سنرى ذلك. نانا. عليك أن تفعلي ذلك. أبداً، لن تستطيع إجباري. حقاً؟ لابد أن هذا كان مؤلماً. هل أنت بخير يا أمي؟ أنا أرى نجوماً. سيترك ذلك كدمة. على ماذا انزلقت؟ ما هذا؟ إنه حجر نرد. مهلاً، أعرف ما يجب القيام به. لماذا تنظرين إلي؟ لا يمكنك أخذ سفينة فضائية. قد ينجح هذا. سأحتاج إلى قطعة من الورق المقوى وقلم أسود. سأرسم خطاً منحنياً. ستكون هذه الأرض. سألون الماء وأستخدم اللون الأخضر اليابسة. الآن أحتاج خيطاً. سأمدده فوق الورق المقوى. سأقطع قطعة صغيرة من الورق. ستكون هذه سفني الفضائية. جاهزون للانطلاق. سأضيف أرقاماً إلى الورق المقوى. الفضاء يحتاج إلى النجوم. هذا كافٍ. إنها من خارج هذا العالم. ألقي نظرة على هذا. لقد أثرت اهتمامي. ماذا تفعل هذا؟ دعيني أريك. سنقوم برمي النرد. أمل أن تكوني محظوظة. انطلق. سأحرك السفينة مسافتين.
الآن سأكتب رقم 2 في الدفتر لنقم بإلقاء النرد مجدداً. إنه رقم 2 مجدداً. نحتاج إلى جمعهما معاً ونحرك الصاروخ خطوتين إضافيتين. سيعطينا ذلك الجواب. جربيها. يمكنني فعل ذلك. لقد بدأنا. سأحركها 5 خطوات ثم أكتبها. ما التالي؟ إنه رقم 3. علي أن أحرك سفينة الفضاء. انظري، الجواب هو 8. لم يكن ذلك صعباً. عمل رائع يا عزيزتي. نعم. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. أجل، نعم فهمت. أجل، لدي اتصال أيضاً. نعم، أعتقد أن لدي وقت اليوم. ها؟ نعم، لدي الوقت. أعتقد. لا يهم، أريد أيضاً ساعة بنات كبيرة. إذن سأصنع واحدة. سأرسم على يدي. سأتصل بك لاحقاً. هل تريدين ساعة؟ ها. عزيزتي، تعالي لنصنع لك ساعتك الخاصة. سنصنع أولاً وجه الساعة، ثم الإطار. سأقلبها وأضع القطعة في الخلف. هذا ممتاز. والآن حان وقت الجزء الممتع. مرحبا يا قطتي، لماذا لا تبقين لبعض الوقت؟ سأثبت هذه القطعة على الجزء الخلفي وأضيف بعض الألوان. اللون الوردي جميل دائما. سأثبت القطعة معا. وأدخل الحزام في ساعتك الجميلة. انظري إيفا، انظري إلى هذا. واو، أعطيني إياها. هل هذه لي؟ كم الساعة الآن يا ترى؟ ياي! حسناً، سأعود إلى العمل. أجل، وأنا أيضاً. نعم، أنا مستعدة. أصبح جميلاً. ماذا عنك؟ إيفا، هل تريدين رؤية حيلة سحرية؟ حسناً. يوجد شيء خلف أذنك. ماذا؟ أنا ثرية. هل هناك شيء آخر؟ لنرى. هاو، أحب هذه اللعبة. هاو، واحدة أخرى. هذا ممتع. لا يمكنني نسيان هذا. وهذه أيضاً. وهنا؟ هذا صحيح. انظري إلى كل هذه القطع النقدية. واو، كل هذا لك. هاو، رائع. يجب أن أحافظ عليها. واو، هذه حقيبة صغيرة. لا أعتقد أنها تتسع لها. أدخلي. هيا، انظري يا أمي، هذا مستحيل. المستحيل ليس في قاموسي. شاهدي ما سأفعل. سأغطي أولاً هذا الورق المقوى وأضيف أوتاداً خشبية قصيرة، ثم أضع فوقها القوابض، ثم أضع فوقها النوابض. والآن سأضع هذه القطعة هنا وأمررها خلال هذه القطعة الكرتونية. والآن سأثبت هذه القطعة الخشبية. القطع النقدية قادمة. حان الوقت لإغلاق الصندوق ونجعل الشكل الخارجي أكثر جمالاً. أحدهم يشتهي القطع النقدية. هيا بنا، يتسع لجميع القطع النقدية. ولكن كيف؟ سأريك. هل أنت مستعدة؟ سأضعها على اللسان وأضغط. حسناً، الآن دورك. واو، حسناً. هيا، للهناء والشفاء. لقد أخذها. هاو، هذا رائع. قد يستغرق هذا بعض الوقت. ما هذا؟ إنه لا يزال جائعاً. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. كان ذلك الفيديو مليئا بالحيل الماكرة. ماذا كانت المفضلة لديك؟ أخبرنا في التعليقات. تذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو. هل انتهت دورة الغسيل بالفعل؟ رائع. هلا، مهلا، هل هذا سروالي؟ وبلوزتك عزيزتي. أخشى أنه لدي بعض الأخبار السيئة. هل انكمشت ملابسي؟ أوه، هذا فظيع. يحدث هذا أحياناً. هل تعتقدين أنه بإمكاني تحويل هذه إلى فستان؟ هذا غير مجد. أو ربما سينفع. هل لديك صندوق قديم؟ إن قمت بقصه بشكل صحيح فقد يكون الحل لمشكلتك.
أتمنى لك رحلة سعيدة يا صغيرتي. هاي أمي، انتظري يا لونا. لا، هبوط طارئ. اشتريت لك حقيبة ظهر جديدة. رائعة، تعجبني كثيرا، وهي وردية. أنت رائعة. ها، ستكون صديقتي القربة. شاي شهي، أليس كذلك؟ لدي أيضا بسكويت. هل تريدين رشفة؟ لذيذ. إذن كما كنت أقول، أو هل تريدين التبديل؟ رائع، كان يا ما كان. هلا، حقيبة الظهر، أين أنت؟ ها، ماذا فعلت؟ يوم عاصف غبي. صديقتي المقربة. أمي. أوها، أسرع يا آني. ستغضب أمي كثيرا. هل يمكنني اصطحاب هذا الصندوق؟ إنه يشبه حقيبة الظهر. أقلام التلوين. حسنا، أنا مستعدة. سأتصل بك لاحقا. آني، لماذا لا تستخدمين حقيبة ظهرك؟ لقد ضاعت. حسنا، انجرفت مع الرياح. كل هذا بسببي. عزيزتي، مهلا، لدي فكرة رائعة. سأعود بعد قليل. انظروا، رأس قطة، هذا أفضل. ستمنح الألوان مظهرا جميلا، وهكذا لن يعرف أحد أنها من الكرتون. هكذا، وعندما يجف سأضيف إليه بعض التفاصيل. جميل جدا، ولن أنسى الشارب والفيونكا. سأنتقل الآن للجهة الخلفية. سأضع الغراء الساخن حول الحافة، ثم أضع شريطا من الكرتون للأسفل، ثم أضيف الغطاء. آني، انظري إلى ما صنعته من أجلك. هل تلك الحقيبة لي؟ إنها لطيفة جدا، ويمكنني أن أضع فيها الكثير من الأشياء. كل أقلامي أيضا. ياي، حسنا، حان وقت الذهاب إلى المدرسة. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. 98، 99، تلك البيتزا كانت لذيذة، كنت أحتاج إليها حقا. ماذا تفعلين؟ مندي بارعة حقا. وتصوب. لقد أخطأت الهدف. كرتي، لن أكون لاعبة كرة قدم أبدا. إنها تبدو حزينة جدا. أعتقد أنك كنت جيدة جدا. لا تحزني، يجب أن أشجع ماندي. مهلا، أعرف ماذا سأفعل. يمكنني استخدام علبة البيتزا. سوف أقطعها إلى أشكال سداسية، والآن سأضع الغراء على الحواف وألصقها معا. سأستمر في فعل ذلك مثل أحجار ضخمة. أريد أن أصنع كرة. تبدو جيدة، أليس كذلك؟ ماندي، انظري ماذا لدي. مهلا، هل هذه كرة؟ أمل أن تعجبك. تعجبني، لقد أحببتها. أشكرك يا مولي، سأبتعد عن النوافذ. أحب هذه الزاوية، رائع. أنا موهوبة بالفطرة، إنني أجعل ذلك يبدو سهلا. سأنشر هذه الصورة بالتأكيد. مهلا، هذه أفضل. لقد وصلت، يمكنكم جميعا الانتباه إلي. أعرف، أبدو رائعة. لا يد لي في أن أكون جميلة. في الواقع هذا عيب، لكن يجب على شخص ما تحمله. انظروا إلى ملابسي الجديدة، إنها قادمة مباشرة من عرض الأزياء. لا أصدق، تبدين مذهلة. أخبريني بشيء لا أعرف. ملابسك مثيرة للاهتمام. لحظة واحدة، هذا الحذاء يبدو مألوفا، إنه يشبه حذائي تماما. نحن رفقاء الأحذية، صافحيني. هل هذا ضروري؟ أتطلع إلى حصة الفنون، إنها حصتي المفضلة. لنبدأ. ماذا سأرسم؟ مستحيل، إنك لا تتوقفين عن الكلام. مرحبا، انظري إلى شاربي. أحتاج إلى تغيير مكاني. لا أصدق أننا نرتدي الحذاء نفسه. يجب أن نكون صديقتين. حقا، هذا مزعج للغاية. لا يمكنني تحمل المزيد، لقد طفح الكيل. يجب أن أفعل شيئا حيال ذلك. لن أسمح لأحد بارتداء حذائي. كان ينبغي علي فعل ذلك في وقت سابق. سأحتاج إلى الألوان. حان وقت تجديد الأزياء، سوف تشكريني لاحقا. والآن يجب أن أتظاهر بالبراءة. لقد انزلقت الألوان، أنا آسفة. لا، هل
تمزحين معي؟ انظري إلى حذائي. أوه، هذا مؤسف. أعتقد أنك ستحتاجين إلى تغييره الآن. نعم، أعتقد ذلك. سأصنع حذائي بنفسي. سأحتاج إلى قص هذا الورق المقوى. أعتقد أنني حصلت على كل ما أحتاج إليه. سأبدأ بالقطعة على شكل حذاء. سأحتاج إلى شيء آخر، مسدس الشمع المفضل. سأضع الغراء على هذه الشريحة من الورق المقوى. أحتاج إليه في طرف واحد، والآن سأثبته في القطعة الأخرى وأضغط عليهما معا. أريد أن يكون اللصق محكما، ثم يمكنني لف الشريط حوله. سأحتاج إلى ثنيه وتشكيله. لا أريد أي ثغرات. حسنا، والآن إلى الجزء التالي. سأحتاج إلى طي هذا الجزء، يجب أن يتناسب بالداخل. سأحتاج إلى المزيد من الغراء، سأضعه على الجزء الجانبي، وهذا سيكون الجزء الأمامي من الحذاء، سيحافظ على دفء أصابعي. هذه هي القطعة الأخيرة، لكنني لم أنتهي بعد. سأفتح ثقوبا في الورق المقوى، وذلك لتهوية القدمين. لا أحد يريد قدمين برائحة كريهة. والآن أحتاج إلى ثقوب للأربطة، سأوزعها بالتساوي. سأفعل ذلك بطول الجزء الجانبي للحذاء. والآن أحتاج إلى تلوينه. مذهل، يبدو رائعا. حذائي الرياضي الخاص، سأجربه الآن. ما رأيك؟ ها؟ ماذا؟ من أين حصلتي على هذا الحذاء الرياضي؟ إنه مذهل، إنه مميز وخاص بي، إنه أنيق جدا، لينو لون. لا مهرب يا مالي، سأمسك بك. كلا، لن تستطيعين ذلك. أحتاج إلى استراحة، كان ذلك ممتعا. انظري إلى مصباح المعلمة، سوف أطفئه. مهلا، لا تفعلي ذلك. هذا أفضل، لا أعتقد ذلك، توقفي. لا، ها؟ ماذا حدث له؟ أعتقد أنه تعطل. أنت استيقظ. مهلا، لا، لقد تلف. هذا سيء جدا، لنهرب. ربما لن تلاحظ. صباح الخير أيها الفصل، أتمنى أنكم مستعدات للاختبار. هذا غريب، مصباحي لا يعمل. ما المشكلة؟ يا فتيات، هل لديكن أي فكرة؟ لننكر كل شيء، لن أقول شيئا. كان يجب أن أعلم، لقد كنتما تعبثان به، لقد حذرتكما من قبل. لنتوقف ونعود إلى الوراء، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك. أهلا، لدي فكرة، يمكننا استخدام هذه الورقة، سوف نصلح كل شيء. أولا، أحتاج إلى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. الآن نريد طية صغيرة في الجزء العلوي، ثم أقلبها لنصنع طية أخرى. سأستمر في فعل ذلك. سأفعل ذلك بالورقة بأكملها، والآن أجمعها معا وأمسكها بإحكام من جانب واحد. والآن سأحتاج إلى أضواء التزيين، ثم أستخدم قطعة من البطاقة الوردية. سأطويها وأضع ملصقات عليها. سأقوم بفتح ثقبا في الخلف وأدفع الأضواء من خلاله، وألصق الأضواء من الداخل في البطاقة، ثم يمكنني إضافة ورقة مطوية. سأسحبها فوق الأضواء، سيكون هذا كافياً. ستبدو مثل الكتاب تماماً. انظروا إليها، لم نعد بحاجة إلى المصباح، هذا أفضل بكثير. رائع، إنه جميل جداً. يمكنني النظر إليه طوال اليوم، سوف تحبه المعلمة. لنعد إلى مكاتبنا. صباح الخير أيها الفصل، أمل أن تكون... هذا ليس مصباحي، من أين أتى هذا؟ أعتقد أنه أحد أسرار الحياة. نعم، لقد نجح الأمر، لقد أحسنت صنعان. إنها لذيذة جدا. هذا جيد يا عزيزي. براين، انظر إلى يدك، لقد أصبحت دبقة، علينا إصلاح هذا. لم أملك دونات؟ لدي فكرة، مهلا، سأمرر المثلجات عبر الدونات. حسناً، يمكنك استعادتها. ستمنع يدك من الاتساخ. هذا رائع يا أمي. لذيذة جداً، لن تصبح يدي دبقة بعد الآن، إنها لذيذة. أريد المزيد. الدونات، أيوجد ما تعجز عن إصلاحه؟ حان وقت المرح، لنفعل هذا. أشعر بالحيوية، لنضف بعض الألوان، يحتاج إلى بعض البريق. ماذا عن البرتقال؟ هذا كل شيء، الآن يمكنني دفق الماء. أوه، انظروا إلى ما يحدث، لم أكن أتوقع ذلك، كان ذلك رائعا. ما الذي حدث هنا؟ توجد رغوة كثيرة. ماذا فعلت يا براين؟ اخرج من هنا. لم أكن أنا، كان الوضع هكذا حين دخلت. لا يوجد سوى حل واحد، رحب بصديقي الصغير. أوه، روبوت، أعطيني إياه، أنا أريده. يا له من نوم هانئ. ها، ما هذا؟ لا أحب الماء، لا أريده. ها،
الساعة 8:00 حان وقت مشروبك الصباحي، تعرف القواعد. اشرب. لا يمكنك إجباري. حبوب فطور لذيذة. ها هي مياهك. حسناً اهدأ قليلاً. حان وقت المدرسة، ودعني يا أمي. لا تنسى غداءك. وها هي مياهك. مقزز. ما هي مشكلته؟ مهلاً. ما الأمر الآن؟ أحتاج إلى إجراء مكالمة. مرحباً. نعم، فوراً. هو لقد كان ذلك سريعاً. ما هذا؟ ستحب هذا بالتأكيد. انظر، إنها حافلة. بروم بروم. لكنها ليست حافلة عادية، إنها أيضاً زجاجة ماء. جميلة، أليس كذلك؟ سأملأها. من المهم الحفاظ على الترطيب. سيكون هذا كافياً. سأضع الغطاء مجدداً، ثم سأضعها في الحافلة. لقد أصبحت جاهزة. ستذهب في رحلة. هل أنت مستعد يا براين؟ ها هي آتية. هل هذه لأجلي؟ هذا رائع، شكراً يا أمي. ليس بهذه السرعة، لن تود فقدانها. ها أنت ذا، ضع حول عنقك. واو، يزداد الأمر تحسناً. هذا منعش. أتمنى لك يوماً سعيداً يا عزيزي. وداعاً يا أمي. كنت أعلم أن ذلك سينجح. كدت أنتهي، هذه آخر قطعة دومينو. لقد نجحت. لا، قطع الدومينو خصاتي. هل أنت بخير يا عزيزي؟ بالطبع لا، انظري. لا بأس، لنجمع القطع. يمكنني المساعدة، سأضعها هنا. حان دوري. كان ذلك سهلا. شكرا. استمتع بوقتك. سأفعل. لا، هل تمازحينني يا أمي؟ لقد اقتربت كثيراً من النجاح. ماذا فعلت؟ كان ذلك حادثاً؟ لم أقصد ذلك. ها؟ ربما أستطيع المساعدة. تحتاجين إلى هذا؟ أعطيني إياها، إنها حالة طوارئ. هذا بالضبط ما نحتاج إليه. علي جمع قطع الدومينو. سأضعها هنا. هو إنها زاهية جداً. يكفي هذا. الآن أحتاج إلى القطار. سأضع هذا في الأعلى. يمسك القطار على مغادرة المحطة. تو تو. انظر إلى هذا، إنها تصف قطع الدومينو. هل هذا حقيقي؟ بالتأكيد يا عزيزي. لا أصدق ذلك، هذا ما كنت أحلم به. أنا أحب هذا، أنا سعيد جدا. الآن يمكنك اللعب. أشعر بمسؤولية كبيرة. حسناً، ها أنا ذا. خذ ذلك. هذا رائع. أحسنت عملاً يا عزيزي. أريد أن أفعل ذلك مرة أخرى. أنا متحمس لتذوقه. هذا أجمل شيء رأيته في حياتي. هاي، ماذا تفعل؟ هل لديك ملاعق؟ كنت أعلم أنني نسيت شيئاً. مهلاً، يمكنني استخدام هذه الأكواز. سأغرف الكعك بالكوز. أنت عبقري. هناك ما يكفي للجميع. أعرف كل ما يتعلق بالكعك. لنحتفل الآن. هل يمكننا تناول الكعك الآن؟ إنه لذيذ وطري. أصمت، أنا مستيقظ. لست من محبي الاستيقاظ مبكراً. ماذا؟ هناك حفل؟ من الأفضل أن أستعد. سأحلق ذقني بسرعة ثم أختار ملابس مناسبة. أنا وسيم. ماذا يفعل كريس؟ أريد أن أعرف. مرحبا يا أخي، ماذا تفعل؟ أنا ذاهب إلى حفل، أترى؟ فكما تعلم، أنا شاب محبوب. حقا، هل يمكنني الذهاب؟ ها؟ أنت غير مدعو. انظر إلى نفسك، مظهرك غير مناسب. ماذا؟ عما تتحدث؟ هل تعني هذه البثور؟ هذه ليست مشكلة، تقول أمي إنني جميل. هل يمكنني الذهاب إلى الحفل إذن؟ لا، ولا تنظر إلي هكذا. هذا ظلم، لا أريد الذهاب إلى أي مكان. ماذا؟ زلزال؟ هذا مستحيل، لينقذني أحد. لا أريد أن أموت. أوقفوا هذا. لا تفسد شعري. انتهى. لا بأس، أين كنت؟ رأسي.
أوه، كان ذلك مخيفاً. انظروا إلى هذه الفوضى. ما هذا؟ مهلاً، أعتقد أنه يمكنني استخدام هذا. ربما ستخلصني من البثور. يستحق الأمر التجربة. أوه، إنها تعمل. هذا مذهل. أوه، أجل. كيف أبدو؟ سأريه لكراس. مرحباً يا أخي الأكبر، هل تلاحظ شيئاً مختلفاً؟ بشرتي صافية. عادة ما تكون رائحة أنفاسي أجمل، لكن لا بأس. جاستن، ماذا حدث؟ تبدو بشرتك صافية. هيا لنذهب. نحن وسيمان وسعيدان أيضاً. أحسنت يا أخي، يعجبني مظهرك. لنحتفل. أنا متحمس جداً. أوه، متى ستأتي أمي لاصطحابنا؟ ماذا سأفعل؟ لا يمكن أن يستمر هذا لفترة أطول. هناك حل واحد فقط. لا تتحرك. أجل، هذا أنا. قد تتساءلون عما حدث بالضبط. سنتوقف هنا ونعيد المشهد. هناك الكثير من الأشياء التي سأخبركم بها. أحضروا وعاء الفشار، فقصتنا على وشك أن تبدأ. أوه، هذا رائع. مرحباً يا بني، ماذا يحدث؟ أهلاً أبي. موزة شهية. مهلاً. انظر إلى وضعية جلوسك يا جاستن. هذا ليس جيداً من أجلك. أنت تجلس بانحناء. هيا يا بني، يجب أن تجلس معتدلاً. هذا أفضل. شكراً يا أبي. هذا واجبي. والآن استمتع بتناول الموزة. استمتع يا أبي. سأفعلها، سأفوز. هاي، كيف تسير الأمور؟ مهلاً، هل أنت تلعب طوال هذا الوقت؟ بالطبع. لا يهم. لحظة، ما الذي أفعله؟ انتهت اللعبة، سأذهب إلى السرير. أوه، هذا غريب، هذا ليس جيداً. ستغضب أمه كثيراً، يجب أن أجد حلاً. هاي، ماذا هناك؟ جاستن، اجلس باعتدال. أنا جاد. ماذا علي أن أفعل؟ لا يمكن أن يستمر هذا لفترة أطول. هناك حل واحد فقط. لا تتحرك. إنها غلطتك يا جاستن. أنا أحاول مساعدتك. سألف هذا الحزام حولك، ثم أضع المشبك في الخلف. هكذا تماماً. هذا أفضل بكثير. في الواقع، أشعر أن هذا أفضل بكثير. شكراً يا أبي. لقد نجحت. سأذهب إلى السرير. أحلاماً سعيدة. ولا زلت أضع. انظروا. مهلاً، هل تعتقدون أنه؟ هيا، إنها نهاية سعيدة. هذا رائع. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. يمنحني هذا الشعور بالحيوية على عكس هذه الدمى. لكنني حزين الآن. ليس لدي شيء لتدميره. أوه، مرحباً. هذه رقائق شهية، لكن تناولها يحدث بعض الفوضى. ماذا يعرض على شاشة التلفاز؟ كالعادة. هل هناك شيء أفضل من الاستلقاء على الأريكة بلا عمل؟ لقد نفدت الرقائق. لماذا تحدث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين؟ أعتقد أنه علي الذهاب لشراء المزيد. مهلاً، لكن ملابسي غير مناسبة. سأذهب لتبديلها. هذا أفضل. كلا يا كريس، لا تفعل هذا. بل فعلت واستمتعت بذلك كثيراً. ما رأيك؟ إنها جميلة. لماذا؟ لما فعلت هذا؟ انظر إلى هذا. أوبس، هل قصصت حقيبتي أيضاً؟ والنقود أيضاً؟ ما مشكلتك؟ ابتهج، أنا فنان حقيقي. هاي جاستن، انظر إلى تيشيرت خاصتي. يمكن أن أصنع لك واحداً. أنت تغضبني كثيراً. استرخي فقط، أعتقد أنني عرفت ما علي فعله. سأرتدي بلوزتي الملطخة بالبقع. هات هذا المقص، سأجري الآن بعض التعديلات. كان ذلك سهلاً. والآن سأرفعها فوق رأسي، لكن ليس بالكامل. سأربط التيشيرت على شكل عقدة لأصنع منها حقيبة تسوق جميلة. ستحمل الكثير من الأشياء. لا تلمسها. حسناً، يجب أن أذهب. من الجيد أنه استلهم الفكرة مني. أتشيو! أوه عزيزتي، تناولي دواءك، سيساعدك على الشفاء بسرعة. هيا افتحي فمك. لا أريد، إنه مقسس. لابد أن هناك طريقة أسهل. أوه، وجدتها.
يمكنني استخدام هذه اللهاية. سأأخذ اللهاية وأملأ الحقنة بدواء، ثم أضع الحقنة داخل اللهاية وأدفع الحقنة عبر الحلمة. لنجرب مجددا. هيا، لا تعرف شيئا عما يحدث. هذا مثير جدا، سأختلس النظر. إنها أجمل مما تخيلت. هذا مذهل، ليتني كان لدي سرير كهذا. حذاء أبي كبير جدا. واو، أحذية أمي مذهلة. بثبات، هيا بنا، من الصعب السير بها. هذا ممتع، بماذا يمكنني أن ألعب أيضا؟ عطر أمي، ستصبح رائحتي كرائحة الكبار. يجب أن أبدو أكثر جمالا. الكثير من الألوان، ما هذا؟ يبدو مضحكا. جميل، ورائحته شهية. كلا، أعطني هذا حالا، لم أنتهي بعد. هذه ليست للعب. ربما هناك شيء يمكننا فعله. سأزيل أحمر الشفاه من الأنبوب، ثم أحضر القليل من الشوكولاتة الوردية في ملعقة، وأذيب الشوكولاتة فوق هذه الشمعة. سأخلطها جيدا لأتأكد أنها قد ذابت تماما، ثم أسكب الشوكولاتة في أنبوب أحمر الشفاه. سأملأ الأنبوب بالشوكولاتة وأنتظر حتى تصبح صلبة. يبدو أحمر الشفاه جميلا وشهيا حقا. واو، إنه برائحة الشوكولاتة، تذوقي. والآن أصبح مكياج الأم آمنا. مرحا، حان وقت الإفطار، سأسكب لك العصير يا عزيزتي، وهذا كوبي المفضل. شوكولاتة. والآن أين الملعقة؟ سأعود حالا، أنا والشوكولاتة فقط، كلها لي وحدي. يامي، إنها جيدة، لزجة جدا لكنها شهية. أنا قادمة يا عزيزتي. يا إلهي، الكثير من الفوضى. هذا صحيح، إنها في كل مكان. ماذا سأفعل؟ خطرت لي فكرة باستخدام موزع الصابون هذا. سأخذ علبة الشوكولاتة وأصنع ثقبا في الغطاء، ثم أضع الغراء حول الثقب. سأتجنب دخول أي منه إلى داخل العلبة، ثم سأخذ مضخة موزع الصابون وأضعها في الثقب وأضغط عليها لتلتصق في الغراء، وهكذا أصبح لدي موزع الشوكولاتة. انظري لهذا. لنجرب، سأضغط عليها قليلا لتخرج الشوكولاتة. إنها الكمية المثالية ولم تحدث أي فوضى. واو، هذا رائع. شكرا أمي. أوبس، القليل من الشوكولاتة على ذقنك. هذا ظلم. ما الأمر يا عزيزتي؟ انظري. هذا كتاب يستحق القراءة قبل النوم، والقليل من الحلوى. لا أصدق أن الحفل هذا اليوم. ألوان جميلة، رائحة مذهلة، وهذه جميلة جدا. كان ينقصني شيء. تاج، هذا ما أحتاجه بالضبط. سأرتدي فستاني الآن. يا له من فستان أنيق، سأكون ملكة الحفل بلا شك. أشعر وكأنني في حكاية خيالية. حقيبتي من فضلك، هل رن هاتفي؟ ماذا يحدث؟ كلا، إنها كارثة، لا أصدق هذا، لقد فسد الحفل. هذا ظلم. ماذا هناك يا عزيزتي؟ انظري. لا يمكنني الذهاب إلى الحفل الآن. بل يمكنك، أعرف كيف سأحل المشكلة، سينجح هذا حتما. أنت ذكية جدا يا أمي. جربي هذا، سنضع شريطا لاصقا على الفستان، ثم ننزع غلافه الخلفي ونلصق المارشميلو على الشريط مباشرة. كرري هذا لكل شريط لاصق. بداية جيدة، لكن لدينا الكثير من العمل. سنغطي الفستان بأكمله بالمارشميلو. احرصي على الاحتفاظ بالقليل منها لتناوله لاحقا، حتما ستشعرين بالجوع بعد الانتهاء من العمل. شكرا أمي، لنلتقط صورة سيلفي. ابتسمي، انظري إلى كل هذه الإعجابات. واو، هذا مذهل. أين كنزي؟
ها؟ ما هذا؟ لا يمكن لشيء أن يمنعني من العثور عليه. ماذا يحدث هنا؟ هل تخبئين كنزي؟ عزيزتي، تحاول أمك القراءة. أحب هذه اللعبة. ما هي؟ أحتاج شيئا واحدا فقط. كان علي التذكير بهذا من قبل. دعيني أرى. أكاد أنتهي. واو. ها؟ أتمنى أن يبقيك هذا مشغولة بعض الوقت. واو، إنها خريطة كنز. هذا مثير للحماس. يجب أن أسرع. يا له من خيال واسع. عثرت على الدليل الأول. أين هو؟ أها. أمسكت بك. بالتالي أريد هذا. واو، يا إلهي، أنا ثرية. كيف تسير الأمور؟ حصلت عليها جميعا. كانت مهمة صعبة. واو، أنت أفضل قرصان على الإطلاق. لكن أين الكنز؟ سأفكر. ها هو. كلا، هذا الببغاء لي. عمل القراصنة شاق فعلا. واو، ماذا يوجد هنا؟ يجب أن أعرف. لم أرى هذا المكان من قبل. هيا بنا. المكان شديد السطوح، يجب أن أصعد. لدى أبي دمى، من كان يعلم. واو، انظروا إلى كل هذه السيارات، ما أجملها. هذا ممتع. علي أن أجري سباقا. مرحبا يا عزيزتي، ما كل هذه الفوضى؟ يجب أن أرتب المكان. لا، ظهري. سيارات غبية، إنها في كل مكان. يجب أن تكوني أكثر حذرا. لقد كنت أؤذي نفسي حقا. عذرا يا أمي. حسنا، ربما كان رد فعلي مبالغا فيه. خطرت لي فكرة. حان وقت العمل. سأحضر صندوقا فارغا، وسأحتاج أيضا مجموعة من لفائف ورق المرحاض، وسأضع الغراء في قيعان نهايات الأنابيب. نحن بحاجة إلى القليل من الغراء فقط. وعند الانتهاء سأثبت الأنابيب داخل الصندوق حتى يمتلئ الصندوق كله بالأنابيب. بهذا الشكل يبدو هذا جيدا. حسنا، الآن لنضع السيارات في الأنابيب. سأتولى أنا مهمة قيادتها يا أمي. هذا ممتع. وهذه آخر سيارة. أحببت مرآبي الخاص، يمكنني رؤيتها جميعا. والسيارات غير مبعثرة في كل مكان. شكرا أمي. واو، هذه الرسمة تحفة فنية حقيقية، ستكون واحدة من أفضل أعمالي. أتشو. هل عطست؟ لا، إنها القطة. هل أنت مصاب بالزكام؟ أتشو. أعتقد أنني مصاب بالزكام يا أبي. كنت أعلم، هناك حل واحد لهذا. يجب أن تشرب دواءك. لكنه مقزز يا أبي. لا تجادلني يا أليكس، سيجعلك الدواء تتعافى بسرعة. هيا. لا، لا أريد. أرجوك، أرجوك. كلا. ظننت أن هذا سينجح. هي، ماذا لدينا هنا؟ ربما يمكنني استخدام هذه الحلوى، يستحق الأمر التجربة. أين ذهب أبي؟ لا يهم، يجب أن أنهي رسمتي وأتناول هذه الحلوى. يجب ألا أدعه يراني، إنه منشغل. هذه فرصتي، لا يمكنه التحايل علي. أنا بحاجة إلى هذه الحلوى. سأخذها بحذر. أبعد بقليل. أمسكت بها. حان وقت العمل، يجب أن أسرع. سأخذ دبا مطاطيا وأستخدم سكينا لصنع شق في الدب. يجب أن يكون الشق صغيرا. والآن سأحضر حبة الدواء وسأضعها في الشق. هذا ما كنت أريده. هاي أليكس، أحضرت لك وعاء من الحلوى. لا أصدقك، إنها دببة مطاطية عادية. ها؟ أحب الدببة المطاطية. أنا لا أرفض تناول الحلوى. دب أزرق، إنه اللون المفضل لدي. مذاقه غريب لكنه شهي. هذا جيد، تناولها كلها، تدهشني نفسي أحيانا.
يا له من يوم. لكن عدت إلى المنزل أخيرا. مرحبا يا بني. لا يمكنني التحدث، أنا مشغول. قلت مرحبا. قلت لا يمكنني التحدث، أنا مشغول. أحب التحدث إليك يا بني، هل تسمح لي أن أعانقك؟ هيا يا صغيري. لا تريد؟ أنت لا تكترث لوجودي. حسناً مرحباً. إذن هل يمكنني العودة إلى اللعب؟ لا أصدق هذا. يمكنني أن ألعب هذا طوال اليوم. أتعلمون شيئاً؟ أعتقد أنني فعلتها. جوستن ماذا تفعل؟ لقد تأخرت عن موعد نومك. هيا ضع الحاسوب جانباً، يجب أن تنام. لا أعتقد ذلك. جوستن هل لازلت هنا؟ حاول أن تخفض صوتك. هاي أصغي إلي يا جاستن. لا تضغط الزر. أشعر بالحيرة، إنه لا يصغي إلي. ما رأيك بالقليل من شوكولاتة الدهن؟ سأخذك بالقوة. كم يبلغ وزنك؟ انظر، لدي بالون. لا تنجح أي فكرة. ماذا هناك؟ هل انتهيت؟ يجب أن أركز في هذه المرحلة. ما الخطأ الذي أرتكبه؟ أنا أب فاشل. بالمناسبة، ما هذه اللعبة؟ أوه، يجب أن أجد حلاً. وأعتقد أنني وجدته. ابقى هنا، سأقص جزءاً من هذا البالون. ليس بالضرورة أن يكون جزءاً كبيراً. والآن سأحتاج إلى بالون برتقالي، ثم سأحتاج إلى قمح. سأضعه داخل عنق البالونين وأسكب بداخله المادة البراقة. واو، إنها شديدة اللمعان. سأضيف إليها الماء، مما سيساعد على زيادة حجم البالون ويجعله طرياً. وأخيراً سألف هذه الفيونكة حول البالون. انظروا إلى هذا البالون اللين. ربما أبالغ قليلاً. أعتقد أنني سأحتفظ به. ها؟ ماذا لديك؟ أوه، يبدو ممتعاً. أعطني إياه، هيا. تعال وخذه. سأعطيك البالون إن استلقيت في السرير. حقاً؟ واو. هو إنه مذهل. ها، هل رأيت ذلك يا أبي؟ شكراً لك. والآن نم يا صغيري. ليلة سعيدة يا أبي. رائع، يجب أن أغادر الآن. أوه، إن التنظيف عمل شاق، لكن المنزل نظيف تماماً. انظروا إليه، إنه يلمع. هاو، النتيجة مذهلة. أنا ساحر بممساحة. لا مكان للغبار حيث وجدت. يبعث المنزل النظيف على صفاء الذهن. أعتقد أنه يمكنني الاسترخاء أخيراً. أليكس، هل عدت؟ مرحباً أبي، كيف حالك؟ ماذا حدث؟ لما أنت متسخ هكذا؟ هذا؟ كنت ألعب كرة السلة. ليتك رأيتني. كنت أسجل هدفاً، ربما أنجح في المرة القادمة. لا تتحرك خطوة واحدة. لا تلوث منزلي الجميل. لا، لا تفعل ذلك. توقف أرجوك، أتوسل إليك. هذا سيء، سيء للغاية. يجب أن أوقفه. أرجوك يا بني، عد إلى الخلف. أنا متعب يا أبي، ليس لدي وقت لهذا. لماذا؟ لما تفعل هذا بي؟ مهلاً، البالونات قد تكون هي الحل. يجب أن أسرع، لن أدع أليكس يتقدم أكثر. لا يا أليكس، الأرضية. هل كنت تتدحرج في الوحل؟ إن كل خطوة تكسر قلبي. أبي، إما الآن أو لا. لقد نجحت، سيكون كل شيء على ما يرام. ما الذي تفعل؟ لقد أفرغت البالون من الهواء وجعلته يغطي قدمك. هذا أشبه بحذاء مخصص. هاي، يعجبني هذا. لقد انتهيت من القدم الأخرى. هذا رائع، شكرا يا أبي. حسنا، يمكنك الذهاب الآن. اذهب إلى الحمام مباشرة. مهلا، من هناك؟ ليس مجددا. إنها لذيذة جدا. هذا جيد يا عزيزي. براين، انظر إلى يدك، لقد أصبحت دمقة. علينا إصلاح هذا. لم أملك دونات؟ لدي فكرة. مهلا، سأمرر المثلجات عبر الدونات. حسنا، يمكنك استعادتها. تدمع يدك من الاتساخ. هذا رائع يا أمي. لذيذة جدا. لن تصبح يدي دمقة بعد الآن. إنها لذيذة. أريد المزيد. الدونات، أيوجد ما تعجز عن إصلاحه؟ حان وقت المرح، لنفعل هذا. أشعر بالحيوية. لنضف بعض الألوان، يحتاج إلى بعض البريق. ماذا عن البرتقال؟ هذا كل شيء، الآن يمكنني دق الماء. انظروا إلى ما يحدث. لم أكن أتوقع ذلك، كان ذلك رائعاً. ما الذي حدث هنا؟ توجد رغوة كثيرة. ماذا فعلت يا براين؟ اخرج من هنا.
لم أكن أنا، كان الوضع هكذا حين دخلت. لا يوجد سوى حل واحد، رحب بصديقي الصغير. ها روبوت، أعطيني إياه، أنا أريده. يا له من نوم هانئ. ها ما هذا؟ لا أحب الماء، لا أريده. ها الساعة الثامنة، حان وقت مشروبك الصباحي، تعرف القواعد، اشرب. لا يمكنك إجباري. حبوب فطور لذيذة، ها هي مياهك. حسناً اهدأ قليلاً، حان وقت المدرسة، ودعني يا أمي. لا تنسى غداءك، وها هي مياهك. مقزز. ما هي مشكلته؟ مهلاً، ما الأمر الآن؟ أحتاج إلى إجراء مكالمة. مرحباً، نعم، فوراً. هو لقد كان ذلك سريعاً. ما هذا؟ ستحب هذا بالتأكيد، انظر، إنها حافلة. بروم بروم، لكنها ليست حافلة عادية، إنها أيضاً زجاجة ماء. جميلة، أليس كذلك؟ سأملأها. من المهم الحفاظ على الترطيب، سيكون هذا كافياً. سأضع الغطاء مجدداً، ثم سأضعها في الحافلة. قد أصبحت جاهزة، ستذهب في رحلة. هل أنت مستعد يا براين؟ ها هي آتية. هل هذه لأجلي؟ هذا رائع، شكرا يا أمي. ليس بهذه السرعة، لن تود فقدانها. ها أنت ذا، ضع حول عنقك. واو، يزداد الأمر تحسناً. هذا منعش. أتمنى لك يوما سعيدا يا عزيزي. وداعا يا أمي، كنت أعلم أن ذلك سينجح. كنت أنتهي، هذه آخر قطعة دومينو، لقد نجحت. هاتشو، لا، قطع دومينو خصاتي. هل أنت بخير يا عزيزي؟ بالطبع لا، انظري. لا بأس، لنجمع القطع، يمكنني المساعدة، سأضعها هنا. حان دوري، كان ذلك سهلا. شكرا. استمتع بوقتك. سأفعل. لا، هل تمازحينني يا أمي؟ لقد اقتربت كثيرا من النجاح. ماذا فعلت؟ كان ذلك حادثا، لم أقصد ذلك. ها؟ ربما أستطيع المساعدة، تحتاجين إلى هذا؟ أعطيني إياها، إنها حالة طوارئ. هذا بالضبط ما نحتاج إليه، علي جمع قطع دومينو، سأضعها هنا. هو إنها زاهية جدا، يكفي هذا. الآن أحتاج إلى القطار، سأضع هذا في الأعلى، يمسك القطار على مغادرة المحطة. تشو تشو، انظر إلى هذا، إنها تصف قطع دومينو. هل هذا حقيقي؟ بالتأكيد يا عزيزي، لا أصدق ذلك، هذا ما كنت أحلم به. أنا أحب هذا، أنا سعيد جدا. الآن يمكنك اللعب. أشعر بمسؤولية كبيرة. حسناً، ها أنا ذا، خذ ذلك. هذا رائع، أحسنت عملا يا عزيزي. أريد أن أفعل ذلك مرة أخرى، أنا متحمس لتذوقه، هذا أجمل شيء رأيته في حياتي. هي، ماذا تفعل؟ هل لديك ملاعق؟ كنت أعلم أنني نسيت شيئا. مهلا، يمكنني استخدام هذه الأكواز، سأغرف الكعك بالكوز. أنت عبقري، هناك ما يكفي للجميع، أعرف كل ما يتعلق بالكعك، لنحتفل الآن. هل يمكننا تناول الكعك الآن؟ إنه لذيذ وطري. أصمت، أنا مستيقظ. لست من محبي الاستيقاظ مبكرا. ماذا؟ هناك حفل؟ من الأفضل أن أستعد، سأحلق ذقني بسرعة، ثم أختار ملابس مناسبة، أنا وسيم. ماذا يفعل كريس؟ أريد أن أعرف. مرحبا يا أخي، ماذا تفعل؟ أنا ذاهب إلى حفل، أترى؟ فكما تعلم، أنا شاب محبوب. حقا، هل يمكنني الذهاب؟ ها؟ أنت غير مدعو، انظر إلى نفسك، مظهرك غير مناسب. ماذا؟ عما تتحدث؟ هل تعني هذه البثور؟ هذه ليست مشكلة، تقول أمي إنني جميل، هل يمكنني الذهاب إلى الحفل إذن؟ لا، ولا تنظر إلي هكذا.
وهذا ظلم، لا أريد الذهاب إلى أي مكان. ها؟ ماذا؟ زلزال؟ هذا مستحيل، لينقذني أحد، لا أريد أن أموت. ها؟ أوقفوا هذا، لا تفسد شعري. انتهى. لا بأس، أين كنت؟ رأسي. واو، كان ذلك مخيفاً. انظروا إلى هذه الفوضى. ما هذا؟ مهلاً، أعتقد أنه يمكنني استخدام هذا، ربما ستخلصني من البثور، يستحق الأمر التجربة. هاو، إنها تعمل، هذا مذهل. هاو، أجل، كيف أبدو؟ سأريه لكراس. مرحباً يا أخي الأكبر، هل تلاحظ شيئاً مختلفاً؟ بشرتي صافية. عادة ما تكون رائحة أنفاسي أجمل، لكن لا بأس. جاستن، ماذا حدث؟ تبدو بشرتك صافية، هيا لنذهب. نحن وسيمان وسعيدان أيضا. أحسنت يا أخي، يعجبني مظهرك، لنحتفل، أنا متحمس جدا. متى ستأتي أمي لاصطحابنا؟ ماذا سأفعل؟ لا يمكن أن يستمر هذا لفترة أطول، هناك حل واحد فقط، لا تتحرك. أجل، هذا أنا. قد تتساءلون عما حدث بالضبط، سنتوقف هنا ونعيد المشهد. هناك الكثير من الأشياء التي سأخبركم بها، أحضروا وعاء الفشار، فقصتنا على وشك أن تبدأ. هاو، هذا رائع. مرحبا يا بني، ماذا يحدث؟ أهلا أبي. موزة شهية. مهلا، انظر إلى وضعية جلوسك يا جاستن، هذا ليس جيدا من أجلك، أنت تجلس بانحناء. هيا يا بني، يجب أن تجلس معتدلا، هذا أفضل. شكرا يا أبي. هذا واجبي، والآن استمتع بتناول الموزة. استمتع يا أبي. سأفعلها، سأفوز. هاي، كيف تسير الأمور؟ مهلا، هل أنت تلعب طوال هذا الوقت؟ بالطبع. لا يهم. لحظة، ما الذي أفعله؟ انتهت اللعبة، سأذهب إلى السرير. هذا غريب، هذا ليس جيدا، ستغضب أمه كثيرا، يجب أن أجد حلا. هاي، ماذا هناك؟ جاستن، اجلس باعتدال، أنا جاد. ماذا علي أن أفعل؟ لا يمكن أن يستمر هذا لفترة أطول، هناك حل واحد فقط، لا تتحرك. إنها غلطتك يا جاستن، أنا أحاول مساعدتك. سألف هذا الحزام حولك، ثم أضع المشبك في الخلف، هكذا تماما، هذا أفضل بكثير. في الواقع أشعر أن هذا أفضل بكثير، شكرا يا أبي. لقد نجحت، سأذهب إلى السرير، أحلاما سعيدة. ولا زلت أضع، انظروا. مهلا، هل تعتقدون أنه؟ هيا، إنها نهاية سعيدة. هذا رائع، يمكنني فعل هذا طوال اليوم، يمنحني هذا الشعور بالحيوية على عكس هذه الدمى. لكنني حزين الآن، ليس لدي شيء لتدميره. مرحبا. هذه رقائق شهية، لكن تناولها يحدث بعض الفوضى. ماذا يعرض على شاشة التلفاز؟ كالعادة، هل هناك شيء أفضل من الاستلقاء على الأريكة بلا عمل؟ لقد نفدت الرقائق، لماذا تحدث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين؟ أعتقد أنه علي الذهاب لشراء المزيد. مهلا، لكن ملابسي غير مناسبة. سأذهب لتبديلها. هذا أفضل. كلا يا كريس، لا تفعل هذا. بل فعلت واستمتعت بذلك كثيرا، ما رأيك؟ إنها جميلة. لماذا؟ لما فعلت هذا؟ انظر إلى هذا. أوبس، هل قصصت حقيبتي أيضا؟ والنقود أيضا؟ ما مشكلتك؟ ابتهج، أنا فنان حقيقي. هاي جاستن، انظر إلى تيشيرت خاصتي، يمكن أن أصنع لك واحدا. أنت تغضبني كثيرا. استرخي فقط، أعتقد أنني عرفت ما علي فعله، سأرتدي بلوزتي الملطخة بالبقع. هات هذا المقص، سأجري الآن بعض التعديلات.
كان ذلك سهلاً. والآن سأرفعها فوق رأسي، لكن ليس بالكامل. سأربط التيشيرت على شكل عقدة لأصنع منها حقيبة تسوق جميلة ستحمل الكثير من الأشياء. لا تلمسها. حسناً، يجب أن أذهب. من الجيد أنه استلهم الفكرة مني. ماذا يوجد على شاشة التلفاز؟ والسر في استخدام فرشاة الطلاء؟ هذا ممل. وبعد ذلك؟ مهلا، هل تمزحين؟ انظر لهذا المنزل، لم أرى من قبل شيئا كهذا. فظيع، يجب أن أفعل شيئا. أنا قادمة، أحب التحديات. انهضي انهضي، فرصة الاحتفال في المنزل ليست كل يوم. انهضي. واو، أنت ثقيلة. أستسلم، هناك حل واحد. انهضي. لقد نهضت بالفعل، هذا أفضل. ستكونين بحاجة إلى هذه. واو، هذا مثير. لنبدأ العمل. حسناً، لنبدأ بالقليل من التنظيف. آمل ألا يكون هناك عناكب. منذ متى لم ينفض الغبار عن هذا المكان؟ وقت القيلولة. لا غبار. هو هيا، أعطني الوسادة. هاي، كنت أستخدم هذه. توقف يا عن النوم. أوش، خذي. أو حقا؟ توقفي، أحاول المساعدة. انظري إلى الغرفة، إنه أسوأ من ذي قبل. لكن خطرت لي فكرة، سألصق هذا الشريط المضيء على الجدار هنا بشكل طولي، سيبدو مذهلا. أحتاج إلى شريط لاصق. كان هذا سهلا. حان الآن وقت الجزء الممتع، سألصق الوسادة المحشوة بالشريط اللاصق، سيغطي الشريط المضيء. إنها منفوشة. هل هناك شيء على وجهي؟ شكرا. ترى، واو، ما هذا؟ إنها سحابة مضيئة. أصبح المكان مريحا للاسترخاء. أها، جميل. واو، أنت عبقرية. حسناً، ما التالي؟ حسناً، لدي الكثير من الأفكار. مائدة طعام، تخلصي منه. لم أقترب منه. مهل، حان وقت العشاء، سأذهب. عود إلى هنا. ما مشكلتك؟ ما هذا؟ الكثير من الكرتون. مهلاً، يمكنني استخدام هذا. هيا بنا، سأبرز جانب الإبداعي لدي. إذن هذا طعام سريع. ها؟ ربما لا شيء. سأرسم خطاً على الكرتون. حتماً ستحب غريس هذا. الموهبة صعبة فعلاً. ربما علي البدء في القاس. كلا، لا يمكننا أن نكون أصدقاء فحسب. حسناً، هذا غريب. جميل، سأضعها معاً. هذه الشقوق في الكرتون تجعل إدخال القطع الأخرى سهلاً وتقوي الهيكل. يمكن لهذه القطع تغطية الكرتون. ها هي أريكة لغريس، لكنها بحاجة بعض الوسائل. وهذه الوسادة جميلة، لقد أحدثت فرقاً كبيراً. عليك مساعدتي، هذا فأر غاضب. مهلاً، أنا نباتية. وداعاً، كان يقضى علي. هذا جميل. المكان حار. لا تقلقي، سأتولى الأمر. هل تريدين هذا المشروب الغازي؟ ممتاز. لذيذ. أوبس، أنا خرقاء للغاية. لو كانت هناك طاولة. لا بأس، سقطت النودلز عليها الأسبوع الماضي. بالحديث عن النودلز، أعرف هذا المكان الرائع، علينا الذهاب. هناك شيء مفقود. كلا، من هذه؟ يمكن أن تكون الطاولة جيدة. لا، يمكنك مساعدتي. وجدتها.
مرحبا أيها صغير، هل يمكنني أخذ دراجتك؟ سأعطيك هذا اللوحة الكبيرة من الشوكولاتة، خذ. إذن هل يمكنني الحصول عليها؟ كلا، أنت مفاوض جيد. ما رأيك في هاتف جديد؟ جميل، أعطني الدراجة. حسنا، هذا عرضي الأخير. بالطبع. واو، ماذا يحدث؟ سأخذ هذا. أعطي الفتاة الجميلة دراجتك، إنها لها. يا لها من أسرة لطيفة، هيا بنا. سأبدأ بطلاء الدراجة باللون الذهبي، سيجعلها هذا أكثر أناقة. سأضع الطلاء على جميع الأماكن والعجلات أيضا. علي انتظار الطلاء إلى أن يجف، ثم سأضع قطعة من الزجاج فوقها. طاولة جميلة. أعتقد أنني سأطلب بعض النودلز. ها؟ ما هذا؟ واو، طاولتي مذهلة. مهلا، نحن بحاجة إلى وجبات خفيفة. أحضرت الفشار. لا أصدق أنه لم يكن لدي طاولة. إذن هذا المكان للنودلز، ستحبينه. إذن كما ترين لم أزين الغرفة. هذا سحر التلفاز. هل تشمين رائحة شيء؟ يبدو أن رائحة قدمي كنتنا، لكنها السجادة. كنت سأنظفها بالمكنسة الكهربائية، لكن ليس لدي واحدة. يجب أن نفعل شيئا. أجل، طبعا، يمكننا البدء بكنس الأوساخ. إنها تمطر فشارا. ظننت أنني أضعت نظارتي، يمكنني أن أرى الآن. هناك الكثير من القمامة، رائع. لست بحاجة لغسيل الملابس. هاي، أحاول تناول الطعام. ها؟ احضنيني. أو يكفي هذا، أنا ذاهبة. اذهبي من هنا. أنا سعيدة لانتهاء هذا. دعيني أفكر. وجدتها. إلى من كانت تتحدث؟ سأبدأ بوضع الشريط اللاصق على السجادة. سأقسمه إلى عدة أجزاء وأصنع منه أشكالا متنوعة. سيكون الشريط اللاصق دليلا لي. سيمنحنا رذاذ الطلاء لونا جميلا. يمكنني ملء كل قسم بلون مختلف. ستبدو كتحفة فنية. ثم سأنزع الشريط اللاصق. ما رأيك؟ لا أصدق أنها السجادة ذاتها، تبدو مذهلة. هيا. يا له من فرق كبير. واو، هل هذه الغرفة ذاتها؟ نحن بحاجة إلى بعض اللمسات الأخيرة. ماذا يوجد داخل هذا الصندوق؟ افتحي. لا أعرف ماذا يخبئ بداخله. لنلقي نظرة. يمكننا استخدام هذا الشيء. سيحدث فرقا كبيرا في مظهر الغرفة. جميل جدا. نسيت أنني أملك كل هذه الأشياء. أعتقد أن هذا كل شيء. جميل، أليس كذلك؟ قمنا بعمل رائع، لكن أعتقد أنني غير مناسبة للغرفة. لا تقلقي، أنا لا أجدد الغرفة فحسب. يمكننا التخلص من هذا. واو، شكرا لك. يبدو كل شيء مذهلا. سررت لأنك أحببته. هاي، ماذا عن غرفتك؟ يبدو أنه هناك عمل آخر لأقوم به. واو، هذه الرسمة تحفة فنية حقيقية، ستكون واحدة من أفضل أعمالي. هتشو. هل عطست؟ لا، إنها القطة. هل أنت مصاب بالزكام؟ هتشو. أعتقد أنني مصاب بالزكام يا أبي. كنت أعلم، هناك حل واحد لهذا، يجب أن تشرب دواءك. لكنه مقزز يا أبي. لا تجادلني يا أليكس، سيجعلك الدواء تتعافى بسرعة. هيا. لا، لا أريد. أرجوك أرجوك. كلا. ظننت أن هذا سينجح. هي، ماذا لدينا هنا؟
ربما يمكنني استخدام هذه الحلوى، يستحق الأمر التجربة. أين ذهب أبي؟ لا يهم، يجب أن أنهي رسمتي وأتناول هذه الحلوى. يجب ألا أدعه يراني، إنه منشغل. هذه فرصتي، لا يمكنه التحايل علي. أنا بحاجة إلى هذه الحلوى، سأخذها بحذر. أبعد بقليل، أمسكت بها. حان وقت العمل، يجب أن أسرع. سأخذ دباً مطاطياً وأستخدم سكيناً لصنع شق في الدب. يجب أن يكون الشق صغيراً. والآن سأحضر حبة الدواء وسأضعها في الشق. هذا ما كنت أريده. هاي أليكس، أحضرت لك وعاء من الحلوى. لا أصدقك، إنها دببة مطاطية عادية. ها؟ أحب الدببة المطاطية. أنا لا أرفض تناول الحلوى. دب أزرق، إنه اللون المفضل لدي. مذاقه غريب لكنه شهي. هذا جيد، تناولها كلها. تدهشني نفسي أحياناً. يا له من يوم، لكن عدت إلى المنزل أخيراً. مرحباً يا بني. لا يمكنني التحدث، أنا مشغول. قلت مرحباً. قلت لا يمكنني التحدث، أنا مشغول. أحب التحدث إليك يا بني، هل تسمح لي أن أعانقك؟ هيا يا صغيري، لا تريد؟ أنت لا تكترث لوجودي. حسناً، مرحباً. إذن هل يمكنني العودة إلى اللعب؟ لا أصدق هذا. يمكنني أن ألعب هذا طوال اليوم. أتعلمون شيئاً؟ أعتقد أنني فعلتها. جوستن، ماذا تفعل؟ لقد تأخرت عن موعد نومك. هيا ضع الحاسوب جانباً، يجب أن تنام. لا أعتقد ذلك. جوستن، هل لازلت هنا؟ حاول أن تخفض صوتك. هاي، أصغي إلي يا جوستن، لا تضغط الزر. أشعر بالحيرة، إنه لا يصغي إلي. ما رأيك بالقليل من شوكولاتة الدهن؟ سأخذك بالقوة. كم يبلغ وزنك؟ انظر، لدي بالون. لا تنجح أي فكرة. ماذا هناك؟ هل انتهيت؟ يجب أن أركز في هذه المرحلة. ما الخطأ الذي أرتكبه؟ أنا أب فاشل. بالمناسبة، ما هذه اللعبة؟ يجب أن أجد حلاً. وأعتقد أنني وجدته. ابقى هنا، سأقص جزءاً من هذا البالون. ليس بالضرورة أن يكون جزءاً كبيراً. والآن سأحتاج إلى بالون برتقالي، ثم سأحتاج إلى قمع. سأضعه داخل عنق البالونين وأسكب بداخله المادة البراقة. واو، إنها شديدة اللمعان. سأضيف إليها الماء، مما سيساعد على زيادة حجم البالون ويجعله طرياً. وأخيراً سألف هذه الفيونكة حول البالون. انظروا إلى هذا البالون اللين، ربما أبالغ قليلاً. أعتقد أنني سأحتفظ به. ها؟ ماذا لديك؟ يبدو ممتعاً. أعطني إياه، هيا. تعال وخذ، سأعطيك البالون إن استلقيت في السرير. حقاً؟ واو، إنه مذهل. هل رأيت ذلك يا أبي؟ شكراً لك. والآن نم يا صغيري. ليلة سعيدة يا أبي. رائع، يجب أن أغادر الآن. إن التنظيف عمل شاق، لكن المنزل نظيف تماماً. انظروا إليه، إنه يلمع. النتيجة مذهلة، أنا ساحر بممساحة. لا مكان للغبار حيث وجدت. يبعث المنزل النظيف على صفاء الذهن. أعتقد أنه يمكنني الاسترخاء أخيراً. أليكس، هل عدت؟ مرحباً أبي، كيف حالك؟ ماذا حدث؟ لما أنت متسخ هكذا؟ هذا؟ كنت ألعب كرة السلة، ليتك رأيتني. كنت أسجل هدفاً، ربما أنجح في المرة القادمة. لا تتحرك خطوة واحدة، لا تلوث منزلي الجميل. لا، لا تفعل ذلك. توقف أرجوك، أتوسل إليك. هذا سيء، سيء للغاية، يجب أن أوقفه. أرجوك يا بني، عد إلى الخلف. أنا متعب يا أبي، ليس لدي وقت لهذا. لماذا؟ لما تفعل هذا بي؟ مهلاً، البالونات قد تكون هي الحل. يجب أن أسرع، لن أدع أليكس يتقدم أكثر. لا يا أليكس، الأرضية. هل كنت تتدحرج في الوحل؟ إن كل خطوة تكسر قلبي. أبي، إما الآن أو لا. لقد نجحت، سيكون كل شيء على ما يرام. ما الذي تفعله؟ لقد أفرغت البالون من الهواء وجعلته يغطي قدمك. هذا أشبه بحذاء مخصص. هاي، يعجبني هذا. لقد انتهيت من القدم الأخرى. هذا رائع، شكرا يا أبي. حسناً، يمكنك الذهاب الآن. اذهب إلى الحمام مباشرة. مهلاً، من هناك؟ ليس مجدداً. قطر صغير هنا، يبدو هذا جيداً. أشعر بملل شديد.
لا يمكن أن تكوني جادة، هذا هو الصف الأمتع. يا مالي، هناك شيء خلف أذنك. ماذا؟ أو من أين جاءت؟ هل أنت ساحرة؟ ربما. أوه، رائع جداً. يعطيني هذا فكرة. سأحتاج إلى الكثير من الورق المقوى وبعض النوابض. الآن أستطيع صنع صندوق. بدأ الشخص يكتمل. أجل، ينبغي أن يفي هذا الغرض. ماندي، عليك رؤية هذا. ها؟ ما هو؟ أوه، هل سمعتي هذا؟ لم تشاهدي أفضل جزء بعد. انظري، إنه يأكل العملة. إنه جيد جداً، أليس كذلك؟ لنجرب هذا مرة أخرى. كنت أتمنى أن تقولي ذلك. علي التركيز، لا أريد أن أرتكب أي أخطاء. يا له من مخاط غض. ها؟ ما هذا؟ هذه هي قطتي. أنا أعرف، إنها رائعة. لا بأس في شعورك بالغيرة. أنا أريدها. انظروا إليها. مالي، هل يمكنني حملها؟ بالطبع، أنا أمزح. ها، نلت منك. لم يكن ذلك لطيفا جدا. من المستحيل أن تحملي قطتي. أوه، إنها شريرة جداً، لكنني سأريها. سأقص قطعة الورق المقوى إلى نصفين. الآن أحتاج إلى الغراء. سأضعه حول الحافة. لدي قطعة من الورق المقوى المسمن. سأضغط على الغراء. سأطوي الحواف لصنع صندوق. لقد لففت الورق حول عصر خشبي. سأضع هذا داخل الصندوق. لقد قطعت فتحة في الورق المقوى. سيكون هذا هو أعلى الصندوق. سأسحب الورقة من خلال الفتحة ثم سأرسم عليها. وقد انتهيت. مالي، شاهدي هذا. إنها رسومات مصورة لهالو كيتي. إنها رائعة، أليس كذلك؟ ماذا؟ من أين حصلت على ذلك؟ أتمنى لو حصلت عليها. لا يوجد سوى حل واحد. سأبادلك إياها. تعرفين ما أريد؟ الأمر يستحق. إنها ناعمة وجميلة. لم أرى مثل هذا من قبل. هذا أفضل شيء على الإطلاق. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. لقد ضبطت منبهي. حان وقت النوم. أشعر كأنني نسيت شيئاً ما. لكن ماذا؟ مهلا لحظة، نسيت الامتحان. يا للهول، هذا سيء. علي المذاكرة. أمل أنني لم أتأخر كثيراً. حسناً، يمكنني فعل هذا. علي مذاكرة ترم كامل فحسب. لم يمكن أن يكون الأمر صعباً. أنا متعبة جداً، لكن يجب أن أستمر. إنك تذكرين باجتهاد، أليس كذلك؟ لقد جلبت لك بعض الوجبات الخفيفة. أوه، أنت الأروع. أنا أعرف. ما هذا؟ أحتاج لتعلم هذا. مصباحك يومض. لابد أنه يعاني من خلل ما. والآن تعطل بالكامل. هذا ليس جيداً. أمل أنك لا تخافين من الظلام. مهلاً، لدي فكرة. أجل، هيا. سأرسم قلوباً على كوب ورقي، ثم سأقصها. سأضع قرصاً من الورق المقوى فوق حافة الكوب، وسأدفع عصاً خشبية عبره. أحتاج إلى الكثير من أقراص الورق المقوى. سأكدسها معاً، وسأصنع فيها ثقباً وفي الكوب. والآن سأمرر شريط الأضواء عبر الكوب. سأدفع العصا الخشبية عبر أقراص الورق المقوى. أو ماندي، سيساعدك هذا في الدراسة. واو، هذا ما أحتاجه تماماً. إنه رائع. بالتوفيق يا عزيزتي، يمكنك النجاح. أجل، أعتقد أن بإمكاني ذلك. هذا الكتاب مثير للاهتمام للغاية، لكن القراءة شاقة. إنها تشعرني بالجوع. أحتاج إلى بعض الطعام. لحسن الحظ، جئت مستعدة. سأتناول بعض الحلوى. هذا رائع. أنا سعيدة جدا الآن. هل يمكن لشيء إفساد هذا؟ ماذا تفعلين؟ ضعي الحلوى في القمامة. هذا غير عادل على الإطلاق. كنت أستمتع بذلك. أنت تعرفين القواعد. لقد خيبت أملي يا ماندي. والآن أكملي قراءة كتابك. أنا مبكرة أكثر منها. لدي المزيد من الحلوى المخبأة. لا، لا أستطيع. هل يمكنني؟ لابد من طريقة لتناولها. بلى، لدي فكرة. سأقص سحابة من قطعة من الورق المقوى، ثم سألصق العيون والفم عليها. سأضع الغراء حول الحواف، وسألصق الفم عليه. سأحتاج أيضاً إلى سحاب. وهكذا حصلت على دفتر لطيف، لكنه يحمل سراً لذيذاً. إنه قوس مطر للحلوى. هذا أفضل كثيراً. لن تعرف المعلمة أبداً. ماندي، ماذا تفعلين؟ لا شيء. حسناً، لا تفسدي وقت تناول دقائق خاصتي. بثبات، برفق وسهولة. هذا أصعب مما كنت أظن. أستطيع أن أفعل هذا بالتأكيد. انظري إلي وأنا أنطلق. أعتقد أننا مستعدتان لنحتفل.
أشعر بأنني أنيقة للغاية. أوه، كان يمكن أن يكون ذلك سيئاً للغاية. هذا اللون يلائمني حقاً. وماذا عني؟ أشعر بالأناقة. لا يوجد مثيل لحفل الفتيات في الخارج. يوجد شيء مفقود. يا جاسمين، نحتاج إلى الإكسسوارات. ها؟ أوه، أحسنت التفكير. أوه، انظري إلى كل هذا. يوجد الكثير. ماذا أرتدي؟ أوه، هذا يعجبني. أنا متأكدة من أن أمي لن تمانع. ما رأيك؟ لقد أحببت. أوه، هذا لطيف. ماذا يوجد هناك أيضاً؟ يا ليلي، شاهدي ما وجدته. إنه جميل جداً. أوه، أنا أريده. ماذا؟ لا، لقد رأيته أولاً. اتركيه. هلا، هذا ليس جيداً. ماذا سنفعل؟ سنفزع. هذا سيء للغاية. إنه سيء جداً. سوف تغضب أمي للغاية. لن ألعب لعبة التنكر مرة أخرى. لنواجه الأمر. لقد ذهب. لا يوجد شيء يمكننا فعله. جاسمين، هناك. ألا يمكنني الاسترخاء أبداً؟ عمل عفريت المناديل لا ينتهي أبداً. ما المشكلة؟ سقط العقد في بالوعة الحوض. عليك مساعدتنا. انظرا إلى ما لدي. هل يبدو مألوفاً؟ واو، كيف فعلت ذلك؟ أعطني إياه. كيف فعلت ذلك؟ علينا التأكد من عدم حدوث ذلك مجدداً. أها، لدي فكرة. تحتاجان إلى هذا. ماذا؟ هل من المفترض أن يثير إعجابنا؟ سيثير إعجابكما. سيبهركما تماماً. ثقابي. ما هذا؟ لا أعرف. حقاً، إنه يوضع في البالوعة. سيمنعكما من فقدان المزيد من الأشياء. علي أن أذهب. أوه، لقد فهمت. سنتخلص من هذا وسنضع هذا في الحوض. هذا سيمنع أي شيء من السقوط في البالوعة. والآن لنحتفل. يا للهول، هالإكسسوارات. لا بأس، السدادة تعمل. لا داعي للقلق، كل شيء سيكون على ما يرام. شاهدي هذه الحركات، أشعر بالحيوية. هذا هو أفضل يوم على الإطلاق. لا أريد أن ينتهي هذا. أتفق معك. أنا أحظى بمرح كثير. أنا متحمسة جداً لموعدي. علي أن أستعد. أريد أن يبدو شعري جيداً. سأجففه بمجفف الشعر. هذا أفضل. ستكون ليلة جيدة للغاية. كم تبقى لي؟ لا يمكن ذلك. لقد تأخرت. علي الإسراع. ليس لدي وقت لهذا. مهلاً، لدي فكرة. أجل، هذا ما أحتاج إليه تماماً. يا عفريت المناديل. منعش. مهلاً، هذا ليس الشاطئ. إنها أنت، ما الأمر؟ أليس ذلك واضحاً؟ انظر إلي. أنت تمزحين، أليس كذلك؟ حسناً، يمكنك الحصول على هذا. أمسكيه. بنطال ضيق؟ ماذا يفترض أن أفعل بهذا؟ لقد جن جنونه. اسمعيني بتمعن. لقد فهمت. شكراً، يبدو هذا رائعاً. سأبدأ بتقسيم شعري إلى عدة أجزاء. هكذا تماماً، ثم سأضفره. سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. أحتاج الآن إلى رفعهما على رأسي وتثبيتهما بمشبك في مكانهما. هذا مثالي. ثم سأضع قبعة للشعر وسأضع البنطلون الضيق على رأسي. يبدو هذا غريباً للغاية. علي تثبيته في مكانه. ستؤدي عصبة الرأس هذه المهمة. سأحتاج إلى مجفف شعري لهذا الجزء التالي. سأضع إحدى ساقي البنطال على حافة مجفف الشعر. ثم يمكنني تشغيله. كل ما علي فعله هو الانتظار. جاسمين، مرحباً. هل أنت هنا؟ طق طق. هل وصل بالفعل؟ حسناً، لنرى كيف يبدو شعري. أمل أن يكون هذا قد نجح. إنها مدهش. كأنني ذهبت إلى صالون التصفيف. لقد أحببته. لدي تجعيدات ناعمة ومرنة. حان وقت الرحيل. مرحباً، كيف حالك؟ هذه لك. هذا لطيف جداً. أنت رومانسي للغاية. أخبرني بموعد المباراة. هيا، واصل. كفى. لا، جاستن، عد إلى هنا. لن تمسك بي أبداً. لقد سكب عصيري. لقد كان هذا متوقعاً. أريد إعادة ملء الكوب. منحني هذا فكرة.
سأسكب العصير في الكوب، أعتقد أن هذا كافٍ، ثم أغطيه ببلاستيك التغليف. والآن سأصنع ثقباً في بلاستيك التغليف باستخدام شفاطة الشرب. انظر إلى هذا، لن ينسكب العصير بعد الآن. إنه لا ينسكب. حل عملي وشراب منعش. هذا جيد، يجب أن أذهب. سأحضر طبقاً شهياً. مرحباً يا صاني، هل تودين رؤية شيء رائع؟ مرحباً يا أبي، بالتأكيد. شاهدي هذا، هذا رائع، أليس كذلك؟ كيف فعلت ذلك؟ يا لك من فنان استعراضي. لا يمكنني نيل الفضل كله لهذا. أريد أن أجرب هذا. أعطني إياها. هل أنت مستعدة؟ ها هي الفقاعات قادمة. مستحيل، هذه أروع لعبة رأيتها. باب باب باب. هناك المزيد. نالي من تلك الفقاعات يا عزيزتي. هذا جميل جدا. ها أنت ذي، جربيها. يا لها من مسؤولية. انظروا إلى الفقاعات وهي تنطلق. يمكنني أن أفعل هذا طوال اليوم. كيف يفعل هذا؟ مهلاً، إنها تخرج من مؤخرته. هذا جنوني. أستطيع أن أفعل ذلك أيضاً. هل تود رؤية ذلك؟ ماذا؟ لا، مستحيل. لا تفعلي ذلك يا صاني. لقد تأخرت. حاولت تحذيرك. نفعلها جميعاً. أعتقد أنني سأترك ذلك لهذا الصبي الصغير. إن رائحة الفقاعات ليست سيئة هكذا. أتفق معك. أمي، انظري إلى رسمتي. لا، انظري إلى رسمتي. أنتما موهوبان جداً. لدي فنانان مدهشان. برافو، إنهما تحفتان فنيتان. دعني أراهما. شكراً يا حبيبي. هل رأيتم مثل هذين من قبل؟ إنهما يستحقان التعليق على الحائط. أريد أن أراهما كل يوم. لنفاجئ أمي. فكرة جيدة، سوف تحبها. هذا هو أفضل عمل لي حتى الآن. تابع الرسم. ماذا نفعل تالياً؟ الطاولة. نعم، إنها مملة. لقد عدت من المتجر. ماذا؟ ما الذي حدث؟ مرحباً يا أمي. بيتي الجميل. إنه في فوضى عارمة. ماذا فعلتما؟ ما الذي حدث؟ هذه كارثة. لا أصدق هذا. أنا لدي فكرة. نعم، يمكنني استخدام الغلاف البلاستيكي. سيحل هذا كل شيء. من الأفضل أن أبدأ. سأغطي جميع الأسطح بالغلاف البلاستيكي. سيكون كحاجز واقٍ حتى أنني سأضعه على الجدران. الآن يمكنكما الرسم على الجدران والطاولة. هل هذا فخ؟ سأجرب الأمر. أشعر بالحيوية. سأسمي هذه الفترة اللون الأزرق. لا تهتم بما أفعل. هل قال أحد شيئاً؟ ربما لم يكن هناك شيء. هذا هو أفضل يوم على الإطلاق. لا أريد أن ينتهي. انظري إلى هذا يا أمي. أداؤك رائع يا عزيزي. لن أحتاج إلى إعادة تزيين المكان. مهلاً، هل غيرنا شيئاً هنا؟ لقد أحببت هذا. شكراً يا أمي. عفواً يا صغيري. أنت الأروع يا أمي. الآن أين ألواني؟ هل يمكن لأي شخص آخر رؤية هذه الفقاعات؟ لا يوجد أفضل من هذا. الفقاعات سحرية للغاية. ما هذا؟ توقفي عن ذلك. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. اخرجي من صفي حالاً. لست من محبي الفقاعات، أليس كذلك؟ لا تعرفين ما فاتكِ. أنا وفقاعاتي سنغادر من هنا. مهلاً، أفكر في خطة. من الأفضل أن أبدأ العمل. سأضع مروحة على مكتبي، ثم سأشغلها. ها هي الفقاعات قادمة. انظروا إليها. هذا رائع. ستتفاجأ المعلمة. ماذا؟ فقاعات؟ ليس مجدداً. من المسؤول عن هذا؟ إنها مرتبكة جداً. يا له من يوم. أحتاج إلى الاسترخاء. مرحباً يا أمي، هل تريدين اللعب؟ هيا أمسكي الكرة. ليس اليوم يا عزيزتي، أنا متعبة للغاية. لكن حسناً، كل ما أردته هو أن أستمتع. مهلاً، ربما أستطيع المساعدة. سأحتاج إلى هذه الحقيبة. سوف تحل كل شيء. ثقي بي. تفضلي.
أو أقلام. كنت أعلم أن هذا سيشتت انتباهك، ولكنك ستحتاجين إلى بعض الورق. أو فكرة رائعة. أنا سعيدة لأن ذلك نجاح. سأرسم صورة جميلة. لا أحب هذا اللون، أحتاج إلى قلم آخر. أنا أعرف أين أجده. سأجد خيارات عديدة لنجعلها تمطر أقلاماً. ها هي آتية. انظروا إلى كل الألوان، إنها مثل قوس المطر. هذا أفضل، سيكون هذا رائعاً. انتهت أيامي كلاعبة كرة القدم، الآن أنا فنانة. أتوق لأريها لأمي. ماذا فعلتي؟ مفاجأة. لا، كل هذا بسببك. مهلا، الزجاجة. عما تتحدثين؟ ستحبين هذا، انتظري مكانك، علي فعل شيء. سأقص الزجاجة إلى نصفين، أنا بحاجة إلى الجزء السفلي فحسب. لقد فعلت الشيء نفسه مع ثلاث زجاجات أخرى، وسأضيف ملصقات عليها، إنها تبدو لطيفة جدا. ثم سألصق الزجاجات معا، هكذا تماما. ميندي، هذه لك، شاهدي هذا. ما رأيك؟ إنه لجميع أدواتك الفنية، سيبقيها مرتبة ومنظمة. واو، فكرة جيدة يا أمي، لقد أحببته. وقت الواجب المدرسي، لكني أفضل أن أكل هذه المثلجات، إنها تشبعني حقا. لنفعل هذا، لا ينبغي أن يستغرق هذا وقتا طويلا. ثم يمكنني العودة إلى مثلجاتي، هذه بداية جيدة. وقت الوجبة الخفيفة. لذيذة، أنا أستمتع بهذا، إنها تجعل الوجبات المدرسية أكثر متعة. ها أنا ذا، لقد انتهيت أخيرا. سأركز على الأمور المهمة الآن، إكمال مثلجاتي. إنها لذيذة جدا. أهلا، إنها تذوب تذوب. لا، لقد تسقطت على كتابي المدرسي. لما حدث هذا؟ لكني أستطيع إصلاح هذا. سأقطع عيدان المثلجات بزاوية، ثم سأحتاج إلى قلم أحمر. سألون عود المثلجات، سأذهب حتى النهاية، سيفي هذا بالغرض. الآن سأضعها على ورقة وسأرسم المثلجات وسأحددها بالقلم، علي اتباع الخطوط فحسب. حسناً، الآن أنا بحاجة للغراء. سأملأ رسمة المثلجات، سأبدأ من الحافة، سأغطي المثلجات بأكملها، ثم سأتجه إلى المنتصف، هكذا تماماً. ثم سأحتاج إلى خرز ملون، سأنثره على الغراء. هذا هو الجزء الممتع، سأزيل الزوائد وسأنتظر حتى يتصلب الغراء. تبقى شيء واحد، علي تزيينها. سأكتب رسالة تشعرني المثلجات بالسعادة، ثم سأضيف قلوب الحب. وها قد انتهيت. إنها رائعة، تمنحني شعورا جميلا، لقد أحببتها. هدف رائع يا ساني، تذكري ببساطة ورفق. لقد أصبت الهدف، هدف في الثقب الأول. شالالالالالا، ها يا له من جمهور. وقت العزف الفردي، لنعزف الموسيقى. هيا أيتها الأسماك. مهلا، أمسكت بسمكة صغيرة، اسحبي الصنارة. هو إنها تقاوم. ها عليك مطاردتي، لا يمكنك الإمساك بي. لقد فقدت لياقتي البدنية، عودي إلى هنا. أحتاج إلى الجلوس، لست شابا كما كنت. لكنني كنت أستمتع بوقتي. لكن لا بأس، ارتدي هذه يا أبي. هوش هوش، سأشاهدك فحسب. بحقك، لا تجلس فحسب. أبي افعل شيئا. أمهليني لحظة يا صاني. لكن يا أبي. مهلا، أنا بحاجة إلى شيء ليشغلها. ما هذا؟ إنها تبدو مثيرة للاهتمام. سأضعها هنا، سأعد كل شيء. سأحتاج إلى جميع أقلامي. أنا مستعدة للرسم، لكني بحاجة إلى نموذج. قد يكون هذا جيدا. سأضع القرص هنا، ثم سأديره حتى أجد الصورة التي أريدها. لا لا لا، لن يفي هذا بالغرض. سأجرب قرصا مختلفا. أتساءل ماذا يوجد علي. انظروا إلى هذا، هذه الحيوانات لطيفة جدا. هذا ما أريده، من الأفضل أن أطفئ الأضواء. سأحتاج فقط إلى تتبع الصورة، هذا سهل جدا، سيبدو هذا رائعا. سأترك مساحة للرقاب. الآن يمكنني تلوينها، علي التلوين داخل الخطوط، ثم سألون حول الخطوط الخارجية. إنه جميل جدا. ها قد انتهيت، إنه مثالي. أبي انظر إلى هذا. يا أبي استيقظ. حسناً، إنه يحتاج إلى النوم ليحافظ على جماله.
سأرسم شيئاً آخر. الفيل. قد يكون هذا صعباً. يا له من كتاب مثير للاهتمام حقاً. مرحباً يا عزيزتي، الولدان يلعبان. انظروا إليهما. هل تريدان لعب لعبة ممتعة؟ أنا أسميها التنظيف. أعتقد أنها ستعجبكما. ها؟ لا يبدو هذا ممتعاً. أوبس، سقط شيء ما. انظروا إلى هذه الفوضى. قلت لك أن تستخدم طبقاً يا أبي. عملي لا ينتهي هنا أبداً. أكره هذا. أفضل أن أذهب إلى طبيب الأسنان. هل انتهينا بعد؟ لن ينتهي أبداً. أتفق معك. قللا من الثرثرة وركزا على التنظيف. كيف يبدو المكان؟ مهلاً، إنه فوضوي كما كان. ماذا تفعلان؟ لم يسر الأمر وفقاً للخطة. مهلاً، أعتقد أن لدي خطة. يمكنني استخدام هذا الشريط اللاصق. نعم، قد ينجح ذلك. أيها الصبيان، لا تتحركا. نحن آسفان يا أمي. لا بأس. مدا أيديكما. ثقة بي. سألف الشريط حول يديكما. هكذا تماماً. ما الذي يحدث الآن؟ لقد جنت أخيراً. سيكون هذا ممتعاً. أعدكما. سألف الشريط اللاصق حول جسديكما الآن. أثبتا مكانيكما. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. أنا فقط بحاجة لتأكد من أن الجانب اللزج للخارج. ماذا سيحدث الآن؟ اضغطا الشريط اللاصق على ألعابكما. لك ذلك يا أمي. ها نحن ذا. إنه يلتقطها. أنت عبقرية يا أمي. هذا رائع جداً. وكأننا في المستقبل. أحسنتما عملاً. أشعر بالدوار. انظروا، لقد جمعت كل الألعاب. ما هذا؟ أنا ثري. بدأت أستمتع بهذا. يجب أن أمسك بكل الألعاب. انظروا إلى هذا. أريد أن أفعل هذا مرة أخرى. هذه الألعاب كثيرة. شاهدوا هذا، لقد أمسكت بها. يبدو المكان نظيفاً للغاية. أنا فخورة بكما جداً. لقد عملتما بجد. أعتقد أنكما تستحقان مكافأة. واو، جميل. مهلاً، أين جاربي؟ هل تبحث عن هذا؟ مهلاً، أعد هذا إلي. لقد رأيت هذا. كلا، ماذا يوجد أيضاً؟ يبدو هذا جيداً. يا أمي، أمي، أنت انتبهي إلي. تبدين جيداً عزيزتي. اتركي أمك تشاهد التلفاز الآن. مرحباً يا محب الأطعمة الصغار، لدي شيء مميز لكم. إنه طبق لذيذ سيمتع براعم التذوق. إنها الوجبة الخفيفة المفضلة للجميع، الشوكولاتة. انظروا إليها. هل يوجد ما هو أفضل؟ إنها رائعة. يبدو هذا طهي مألوفاً. لا تفعل أمي أي شيء ممتع أبداً. لقد مللت هذا. هل هذا طلاء شفاء؟ ازدادت الأمور تشويقاً. لا يجدر بفعل هذا على الأرجح. لكن ما أسوأ ما قد يحدث. سأبدو جميلة جداً. سأشبه العارضات. يا جاسمين، عليك رؤية هذا. جاسمين؟ يبدو جيداً ومذاقه رائع. أريد المزيد. كلا. ماذا؟ ماذا يحدث؟ كلا، لا تأكلي. هذا أمر غريب. مهلا، علي ترتيب شاربي. سأصنع لك شيئا مميزا بيدي البارعتين. سأكسر لوحة شوكولاتة إلى قطعة وسأضعها في ملعقة. سأحملها فوق شمعة. أريدها أن تسخن برفق حتى تذوب. لن يستغرق الأمر طويلا. لقد انتهيت. لا أحتاج إلى الشمعة الآن. يمكنني الآن صبها في أنبوب طلاء شفاء. علينا التأكد من تنظيفه. املأه حتى أعلى. لا أريد سكب أي شيء. فور انتهائي سأنتظر لتتجمد. أعتقد أنه جاهز. لدينا الآن طلاء شفاء صالح للأكل. لقد نجحت مجددا. إنه هديتي لك. أعلم أنك ستحبينه. أمسكي. واو، كان هذا مذهلا. واو، هذا طهي مبتكر بالتأكيد. هلا أرى. أمهليني لحظة. واو، إنه يبدو مثل طلاء شفاهي تماما. لا يمكنني مقاومته. أنت أعطيني إياه يا أمي. صحيح، بالطبع. واو، هذا هو نوعي المفضل من طلاء شفاه. آمل أن مذاقه رائع. ها أنا سأجربه. إنه لذيذ. يمكنني تناول هذا طوال اليوم. كنت أنسى. تبدين جميلة عزيزتي.
كنت على قدر أن أصحى بنهايتي السعيدة. ماذا أمي؟ ليس من المفترض أن تنتهي القصة هكذا. حان وقت النوم عزيزتي. أريد أن أعلم ما يحدث تاليا. آسفة جاسمين، يمكننا إنهاؤها غدا. معذرة، عليك النوم. انظروا إلى ما معي. لست سعيدة بشأن هذا الموقف. يوجد حل واحد فحسب. حان وقت نوبة الغضب. أوه أذني. أريد إنهاء القصة. ماذا فعلت؟ تادي، أنا آسفة. هل انتهى الأمر؟ تادي، إنه مصاب. لا بأس عزيزتي، سأحاول إصلاحه. قد يكون هذا أصعب مما ظننت. كلا، هذا مخيف قليلا. هل سيكون بخير؟ أنا أعمل على إصلاحه. لنجرب هذا مجددا. مهلا، لدي فكرة. سيحصل هذا الدب على تغيير شامل. سأنزع الذراعين والقدمين. لا أحتاج إلى الجسم الآن، لكن علي وضع شيء هنا. أحتاج إلى التفكير في الأمر. لدي فكرة. سأحتاج إلى هذه الوسادة. كنت أستخدمها. إنها لتدي الآن. ثقي بي، أعلم ما أفعله. أحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء في منتصف الوسادة. سيأتي هذا بالغرض. سأحتاج إلى رأس تادي. سألصقها بالوسادة. وسأفعل الشيء نفسه بالذراعين. وأخيراً القدمين. أوه، إنه يبدو مرتاحاً. أوه جاسمين، عليك رؤية هذا. سيكون تادي معك كل ليلة. واو تادي، لقد عدت. أعانقني، لقد اشتقت إليك. إنها جميلة جداً. حان وقت النوم. أصبحين على خير عزيزتي. لنرى. حسناً، تفضل يا بيكا. ألا تريده؟ أوه، لكنه مفيد لك. ها هي الطائرة آتية. ستأتي لتهبط هنا. حقاً، مستحيل. كم أنت عنيد؟ إنه ليس سيئاً. جرب، اتفقنا؟ توقف عن الحراك. لا، يا إلهي، افتح فمك على اتساعي الآن. أوه، ماذا تفعل؟ توقف. هاتشو. أنت في مشكلة كبيرة أيها الصغير. حقاً، من الأقوى الآن؟ حسناً، لدي فكرة. لقد أريته ما يستحق. مهلاً، ما هذا بالأعلى؟ إنه المزيد من ذلك الشوفان البشع. اقترب وتناول. مقزز. لا ينجح هذا. ماذا أفعل؟ على ذلك المسكين أن يأكل. مهلا اللحظة، هذه هي الحل بالطبع. هل ترون هذا الرباط؟ أوصلوه بقبعتنا هكذا. لنجرب هذه الآن. لم يأتي هذا الأب ليلعب. أو انظر إلى هذه الكرة. أجل، واصل النظر إليها. هكذا تماماً. لذيذ. أجل، لقد نجحت. لنواصل هذا. هذا صحيح، افتح فمك على آخره. يجدر بنا الذهاب. إنها تمطر بقوة. هل أنت بخير؟ يبدو أنك تشعر بالبرد. أنا أعتقد أنني بارد قليلاً. ما زلت تشعر بالإعياء، أليس كذلك؟ سيساعدك هذا العصير، إنه يحتوي على فيتامين سي. يا للهول، سيفجر المكان. أعلم أنها آتية. هاتشو. يا للهول، إنني أسقط. كان ذلك قوياً. معذرة. لم أسكب العصير، لكن الأنوار انقطعت الآن. دعني أتفقد هاتفي. نفذت بطارية هاتفي. نحن في مشكلة عويصة الآن. ليست هذه بمشكلة. مده إلي، سأصلح الأمر لك. حسناً. إن البطارية تشحن. هذا مذهل. لم أنتهي بعد من شحنها. لدي فكرة. مهلاً، لا تتركني وحدي. أليكس؟ لدي فكرة. سأحتاج إلى هذا. وهذه أيضاً.
هو وجدت واحدة أخرى. أحتاج إلى كل اللمبات التي يمكنني العثور عليها. يا بيكا، انظر، لنفعل هذا. حسناً، كلها في مكانها المناسب. افعلها يا بيكا. أجل، أحسنت. تبقى شيء واحد، لنعد شحن بطاريتك. بيكا 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 بيكا. حسناً، أحتاج إلى بعض الطعام لتقوية دماغي. أين هو الطعام؟ أوه، هذا رائع، يبدو هذا لذيذاً. أود الامتلاء بالسكريات. أو بيكا، هل حان وقت الوجبة الخفيفة؟ هذا مثالي. أوه، هل تود واحدة؟ إيه. مهلاً، المعلم. المعلم، هل هو ذلك الرجل؟ مرحى، أعطني واحدة. بيكا بيكا، أنت جائع أليس كذلك؟ أوه، ما الخطبة؟ بيكا 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 بيكا. واو، يا للهول، هذا محزن جدا. أنتما فلتلزما الصمت والآن ركزا. أوبس، آسف يا سيدي، انتبها الآن. حسناً، لنجرب تناول هذا. ماذا؟ بيكا؟ لا أظن ذلك، أنتما لا تستمعان. آسف، ممنوع تناول الطعام، أكملا عملكما. أوه يا إلهي، لدي مصاصتي على الأقل. بدأت الأمور تتحسن. أوه، من أين حصلت عليها؟ أو شكراً. واو، إنها وردية. أوه، لقد أسقطتها. يا للهول، بيكا! أوه، لما فعلت ذلك؟ يا إلهي، بيكا! مهلاً، الشوكولاتة خاصتي، يا لها من منقذة. أها، هل تسمع هذا؟ استخدموا الحاوية الداخلية للحفاظ على مصاصاتكم بأمان، لكن لنجعل الأمر أكثر تشويقاً. تدا! هذا مثالي، هجل. هل هذا أنا؟ كلا. أوه، لا تقلق يا بيكا، إنها محمية تماماً. بيكا بيكا، هاو، مرحى، شكراً، وهي نظيفة وآمنة في الداخل. نراك لاحقاً أيها المعلم. هاو، حسناً، إذن لينصرف الصف. يراودني شعور سيء. صودا، ستحل كل شيء. إنها باردة، سيجعلها ذلك أفضل. سوف الصودا مقرفة. ما رأيك في احتساء الشاي؟ مستحيل، إنه مقزز، أبعده عني. كنت خائفة من حدوث هذا، جربيه. لا، لن يحدث هذا. ماذا سأفعل؟ هذه دميتي المفضلة. مهلا، لحظة، يمنحني هذا فكرة. ما هذا؟ لقد أحضرت البسكويت والشاي. أولاً، أحتاج إلى دمياتك، إنها على وشك الخضوع لتغيير ما ظهر. لا تقلقي، أعرف ما أفعل، سأضعها هنا. الآن أحتاج إلى الشاي. ستفي ملعقة صغيرة بالغرض، سأضعها داخل رأس الدمية، ثم سأركبها مجدداً على جسدها. إنها ذاهبة للسباحة، أمل أن تستطيع أن تحبس أنفاسها. لنرجها. انظروا إلى ذلك، إنها تحضر الشاي. هاو، هذا مدهش. لما لا تجربيه؟ أعطيني إياه. لا تنسي البسكويت. سيكون هذا شهياً، الشاي والبسكويت. أحضر لنفسك كوباً آخر من الشاي، هذا لي. هذا صعب، لعبة غبية، والآن أشعر بالملل. مهلاً، أعرف ما يمكنني فعله. يمكنني الاستفادة من مظهر جديد، لنرى. علي قصة، سيكون هذا سهلاً. قص قص، يبدو رائعاً. ماذا تفعلين؟ أنا ماهرة بالفطرة، يمكنني قص شعرك بعد هذا. أوه، اتركي المقص، أعني ذلك، ستغضب والدتك. يمكنني إصلاح هذا. ما هذا؟ أمهليني لحظة، علي الإسراع.
سألصق قطعة الورق المقوى على المكتب بالشريط اللاصق، ثم سأصنع عدة قطعات رأسية. سأفعل هذا بالورقة بأكملها لن أصل حتى نهايتها. والآن أحتاج إلى طي الورق المقوى، أريد أن أوصل طرفيها. يبدو هذا جيدا، يمكنني الآن تدبيس الطرفين. هذا ما أحتاج إليه تماما. لا يتسنى لي الاستمتاع بوقتي أبدا. انظري إلى ما لدي، يبدو جيدا جدا، أليس كذلك؟ اثبتي مكانك. ها فاخر. وماذا الآن؟ ستحبين هذا الجزء، يمكنك قصة. هاو حقا، هل رأيت هذا؟ أريد أن أفعل ذلك مرة أخرى. هذا رائع، يمكنني فعل هذا طوال اليوم. وليس هذا شعرك الحقيقي، لقد فاتتك خصلة. استمري يا عزيزتي. بالطبع يا أبي، أعتقد أنني قصصتها كلها. أحسنت عملا يا عزيزتي، أبدو أنيقة للغاية. هذا ممتع للغاية. يا له من يوم، يسرني أننا في المنزل. مهلاً، هذا سيء، لقد فقدت دبي المحشو. يا إلهي، سأعود حالاً. عثر على دبي يا أبي. حسناً، لقد نجحت. رحبي بالدب. ما الذي حدث له؟ يمكنني إصلاح ذلك، لنجفف. أمل حقاً أن ينجح هذا، هيا. أوه، أبي، أوقف هذا. ها هو ذا، وكأنه جديد. هل تمازحني؟ ما زال متسخاً. انظر، هذا أسوأ شيء. أها، لدي فكرة، ما رأيك في هذا؟ عاد دبي إلى مظهري العادي. أوبس، معذرة، سنتظاهر أن ذلك لم يحدث. علي منع هذا من الحدوث مجدداً. أعطيني الدب، وأحتاج إلى هذا السوار. أمهليني لحظة. نعم، قد ينجح هذا. اجلس بارتياح أيها الدب، سأضع هذا السوار داخل ذراعي. هاو، كيف فعلت هذا؟ أني تفقدي هذا. الآن أعطيني ذراعك. ها؟ لماذا؟ سيمسكها دبك. هاو، إنه يعانقني. علي الذهاب، من الأفضل أن أخذ سترتي. ودعا يا أبي. هاو، كان ذلك شاقا. انظر إلى ذلك يا دبي، أنت تتمسك بي بإحكام. يا لك من دب جيد. إنها لذيذة جداً. هذا جيد يا عزيزي. براين، انظر إلى يدك، لقد أصبحت دبقة. علينا إصلاح هذا. لم أملك دونات؟ لدي فكرة، مهلاً، سأمرر المثلجات عبر الدونات. حسناً، يمكنك استعادتها. ستمنع يدك من الاتساخ. هذا رائع يا أمي. لذيذة جداً، لن تصبح يدي دبقة بعد الآن. إنها لذيذة، أريد المزيد. الدونات، أيوجد ما تعجز عن إصلاحه؟ حان وقت المرح، لنفعل هذا. أشعر بالحيوية، لنضف بعض الألوان، يحتاج إلى بعض البريق. ماذا عن البرتقال؟ هذا كل شيء، الآن يمكنني دق الماء. أوه، انظروا إلى ما يحدث. لم أكن أتوقع ذلك، كان ذلك رائعاً. ما الذي حدث هنا؟ توجد رغوة كثيرة. ماذا فعلت يا براين؟ اخرج من هنا. لم أكن أنا، كان الوضع هكذا حين دخلت. لا يوجد سوى حل واحد، رحب بصديقي الصغير. ها روبوت، أعطيني إياه، أنا أريده. يا له من نوم هانئ. ها، ما هذا؟ لا أحب الماء، لا أريده. ها، الساعة الثامنة، حان وقت مشروبك الصباحي، تعرف القواعد. اشرب. لا يمكنك إجباري. حبوب فطور لذيذة. ها هي مياهك. حسناً، اهدأ قليلاً. حان وقت المدرسة، ودعني يا أمي. لا تنسى غداءك. وها هي مياهك. مقزز. ما هي مشكلته؟ مهلاً، ما الأمر الآن؟ أحتاج إلى إجراء مكالمة. مرحباً، نعم، فوراً. هو، لقد كان ذلك سريعاً. ما هذا؟ ستحب هذا بالتأكيد. انظر، إنها حافلة. بروم بروم. لكنها ليست حافلة عادية، إنها أيضاً زجاجة ماء. جميلة، أليس كذلك؟ سأملأها. من المهم الحفاظ على الترطيب، سيكون هذا كافياً. سأضع الغطاء مجدداً، ثم سأضعها في الحافلة. قد أصبحت جاهزة، ستذهب في رحلة. هل أنت مستعد يا براين؟ ها هي آتية.
أوه، هل هذه لأجلي؟ هذا رائع، شكراً يا أمي. ليس بهذه السرعة، لن تود فقدانها. ها أنت ذا، ضع حول عنقك. واو، يزداد الأمر تحسناً. هذا منعش. أتمنى لك يوماً سعيداً يا عزيزي. وداعاً يا أمي، كنت أعلم أن ذلك سينجح. كنت أنتهي، هذه آخر قطعة دومينو. لقد نجحت. أوه. هاتشو. لا، قطع الدومينو خصاتي. هل أنت بخير يا عزيزي؟ بالطبع لا، انظري. لا بأس، لنجمع القطع. يمكنني المساعدة، سأضعها هنا. حان دوري. كان ذلك سهلا. أوه، شكرا. استمتع بوقتك. سأفعل. أوه. لا، هل تمازحينني يا أمي؟ لقد اقتربت كثيرا من النجاح. ماذا فعلت؟ كان ذلك حادثا. لم أقصد ذلك. ها؟ ربما أستطيع المساعدة. تحتاجين إلى هذا؟ أعطيني إياها، إنها حالة طوارئ. هذا بالضبط ما نحتاج إليه. علي جمع قطع دومينو، سأضعها هنا. هو إنها زاهية جدا. يكفي هذا. الآن أحتاج إلى القطار، سأضع هذا في الأعلى. يمسك القطار على مغادرة المحطة. تشو تشو. ها، انظر إلى هذا، إنها تصف قطع الدومينو. هاو، هل هذا حقيقي؟ بالتأكيد يا عزيزي. لا أصدق ذلك، هذا ما كنت أحلم به. هاو، أنا أحب هذا، أنا سعيد جدا. الآن يمكنك اللعب. أشعر بمسؤولية كبيرة. حسنا، ها أنا ذا، خذ ذلك. هاو، هذا رائع. أحسنت عملا يا عزيزي. أريد أن أفعل ذلك مرة أخرى. وعاء الحلوى فارغ، علي ملؤه. والآن سأخبئه من أشلي. هذا الرف مكان جيد، لن تجده هنا أبداً. حلت أمي، والآن فرصتي. هذا ما تظنه هي، لا يمكنني الوصول إليه. علي تجربة طريقة أخرى. وجدتها، يساعدني هذا الكرسي على الارتفاع. اقتربت كثيرا. حصلت عليه. أو لا، أوه لا، أوتش. على الأقل حصلت على الحلوى، كان الأمر يستحق. ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ مرحبا يا أمي. لقد خيبت أملي يا أشلي. علي التفكير بشكل مختلف. أين أخبئ الحلوى؟ مهلا لحظة، أشلي تكره الخضروات. لدي فكرة، سأفرغ كيس الخضروات هذا وسأملأه بالحلوى. لن تبحث أشلي هنا أبدا. يا لها من طماطم كثيرة العصارة، ستكون رائعة في سلطتي. مرحبا يا أشلي. فارغ، أين الحلوى؟ هل أنت جادة؟ ما رأيك في بعض الخضروات اللذيذة؟ هذا مقزز. لقد حاولت، أعتقد أنني أستحق شوكولاتة. لذيذة. يشعرني حبيبي بالإلهام، آمل أن يقدر هذا. لن أخسر شيئاً. كيف الحال يا دافيد؟ جميل، ماذا كتبت لي؟ أجل، لدي بعض المشاعر بشأن هذا. فلتهدأ يا قلبي. لنرى هنا. ها، كتبي. آسف، دعيني أساعدك على جمعها. أوه، يداك ناعمتان للغاية. أها، أوه كتبي؟ أوه صحيح.
إذن أجل، شكرا. أظن أنني واقع في الحب. مهلا، نظرة واحدة أخيرا. أجل، هذا الرجل مميز حقا. أوه، هذا ما سأقوله. لا مثيل لتذكير حبيبتك بلحظة لقاء عينيكما لأول مرة. انتهى الجزء الصعب. جميل. واو، إنني أتذكر ذلك. يا له من رومانسي لطيف. أحبك يا عزيزتي. التحضير لمشروعك الفني جزء من العملية، عملية فوضوية. على أي حال، حان الوقت لتحويل الفكرة إلى عمل فني. ضربة الفرشاة الأولى هي الأفضل دائماً. سأضيف القليل من الأزرق هنا. ها هي النتيجة تتضح حقاً. أم لا؟ هذا بشع. كلا، من الجيد أن لدي المزيد من الورق. أو رائع، هذه أسوأ من الأولى. هيا الآن ركز. لابد أنك تمازحني. لماذا لا يمكنني رسم زهرة غبية؟ حسناً، اهدأ، تنفس بعمق. يمكنني فعل هذا. أنا متمكن تماماً. حان وقت البدء. برفق، برفق. أتو، كان ذلك مؤسفاً. لكن مهلا اللحظة، يا له من شكل مثير. يمكنني العمل بهذا. سيساعدكم استخدام فرشات الألوان بطرق مختلفة على صنع تصاميم فريدة ومختلفة تماما. وفي حالتي رسمت بتلات. وبعد أن ترسموا الزهرة بأكملها، أضيفوا بعض اللون الأخضر للأوراق والجذع. هل ترون كيف يسير الأمر؟ استخدام الفرشاة بحذر ناجح جداً. يمكنكم حتى توصيل الزهرتين، فهذا يملأ المساحة بشكل جميل. علمت أن بإمكاني فعلها. واو، أرسمت هذه بمفردك؟ لماذا لا تأخذيها يا آني؟ فلدي المزيد من الإبداع. وهذه المرة سأجرب طريقة جديدة تماماً. لكن لا تقلقوا، ما زلنا سنكمل الموضوع نفسه. هل ترون كيف تصنع هذه الضربات أوراق شجر تبدو واقعية؟ لا تخافوا من أن تستغرقوا وقتاً طويلاً في رسمها. يمكنكم رسم العشب أيضاً، هل ترون؟ لكن سيصبح الجزء التالي أكثر تعقيداً. يمكنني استخدام طلاء منتفخ مثل هذا لابتكار قوام جديد وممتع باستخدام بالون. كم هذا مرضٍ! والآن استخدموها كختمة وستحصلون على أزهار ممتعة وفريدة للغاية. لا تنسوا هذا، رائع، أليس كذلك؟ هذا مذهل. ما رأيك؟ ديفيد، كيف فكرت في هذا حتى؟ لدي مكون سري. هذه الصورة مبهجة بالتأكيد، جيدة كفاية لتوضع في إطار. ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحسب. صحيح، ماذا قلتي؟ يا سوزان، أنت سيئة. لا أعرف. معذرة، ورقتي. هذا خطأي. أوبس، انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها. اسمع، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها. أنا؟ أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً. مذهل. لكم دائرة ستتسع الورقة في رأيك؟ لأي عدد تريد. تزداد الأمور جنوناً. يمكنك استخدام أي شيء تقريباً طالما أنه دائري بالطبع. هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة، أليس كذلك؟ صافحيني. فنان يا صغير.
حسناً، يبدو هذا المكان مناسباً. حقاً؟ لديكم الأشجار والطبيعة. ازداد حماس المنافسة. يمكنك المراهنة على ذلك. لا أعرف. ماذا؟ توقف عن النظر إلى رسمتي. لا يهم، حسناً، سأكون هنا أيضاً. ما الذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف. آمل أن ديفيد لم يراه. لقد رأيته أولاً. أها، فليفز أفضل رسام طيور. بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحاً كبيراً. عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط. رائع، أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقاً. يدل الأصفر على السعادة، أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج. وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب أعين الناظرين. التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً. يجعل عملية التلوين منظمة، أليس كذلك؟ كدت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات نهائية. وهكذا ينجز الأمر يا رفاق. عمل فني حقيقي. ألا تتفقون معي؟ أجل، أنا سعيد بالنتيجة جداً. ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية. اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه. حسناً، اليد وبعض النقاط والخطوط الموضوعة بشكل استراتيجي. هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً. ستكشف هذه الأغصان الأمر. وها هما قدماه الصغيرتان اللطيفتان. سأضع قليلاً من اللون الأخضر. أظن أنها رسمة تمدك بالسلام. هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقاً، أليس كذلك؟ حسناً، إن أردت رؤيتها فعلاً، ليست شديدة السوء. أوه، أظن أن الرسمتين رائعتان. هل نسأل المعلم؟ حقاً، أمل أنه بخير. يبدو أنه غفى سريعاً. استيقظ. أوه، لقد انتهيتما، أليس كذلك؟ أوه، عمل رائع. والآن أمهلان 5 دقائق. حسناً أيضاً. أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار. وأعلم الشيء المناسب لذلك. درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة. لكن ما زال ينقصها شيء. لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية. أوه، هذا الشيء أذهلني. أمي؟ أوه، ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً. لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من... أين ذهبت لوحة ألواني؟ ديفيد، هل هذا أنت؟ معذرة؟ انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها. أوه، أعلم ما علي فعله. هل تريد اطلاع على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء آتية يا رفاق. والآن لوني المفضل. أوهو، لقد انتهيت. انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة. سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب.
وهذه البداية فحسب يا بني. ضعوا لعبة بوبات كبيرة على سطح مسطح، رشوا عليها السكر على شكل رقم 5 بلطف وثبات، ثم أذيبوا السكر واتركوه ليجف. أبقي عينيك مغلقتين. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي. هذا رائع، تحرق شوقا لأكله. حسناً، أعتقد أننا حصلنا على كل شيء. هل أنت مستعدة؟ هذه اللحظة المهمة يا سبيدي، سنعرف من يمكنه الركض بسرعة أكبر. سوف أهزمك. استعدي، انطلقي. هذا سهل للغاية، الحقي بي إن كنت تستطيعين. هيا يا سبيدي أسرعي. أشعر بالدوار. أوش سبيدي، كلا سوف أخسر. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لقد أديت ركبتي. ستعالج أمك الأمر، لدي ضمادة. إنها تلسع، لا أحب هذا يا أمي، إنها مملة. لابد أن هناك شيئاً يمكنني فعله. أوه، أنا أعلم ما علي فعله. هيا يا سبيدي، ماذا قلتي؟ هذه فكرة رائعة. اجعل الضمادات أكثر مرحاً بهذه النصيحة. ارسم على الضمادة بقلم جاف، ارسم شخصيتك المفضلة أو حيوانك الأليف، وأضف الطلاء للتلوين. تبدو لطيفة. تبدو هذه السلحفاة مألوفة. انظري إلى ما لدي. لنجرب هذا مجدداً. ما رأيك يا عزيزتي؟ أحببتها يا أمي. أظن أن كل الإصابات والكدمات مغطاة. أظن أن عليك أن تكوني أكثر حذراً. ربما عليك ترك سباقات لسبيدي.